انزل يا جماعة الخير، كان جنبي ماجد على الباب، وافتح الباب وامسك مع بدلته وانزله واطلع السلاح يا جماعة الخير وعشقه. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة، ويرزقكم رزق ما تحريتوه ولا انتظرتوه، ويسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الارض. يلا يا رب الجبال الراسية والعباد العاصية والقلوب القاسية، انه يسخر لكم من حيث لا تعلمون. اسامة ليه قاعد تدعي لنا هذا كله؟ لانكم قسم بالله العظيم اسعدتوني في الكومنتات اللي قاعدين تكتبونها، والله العظيم سعادة ما بعدها سعادة. والله يديم لكم الخير وين وديته وجيهكم له. ولكن يا جماعة الخير، القصة اللي فاتت كانت قصة المليون، فأنا حاب أقول لك حبيبي وعزيزي المتابع إن هذه القصة أعظم وأفضل وأقوى وأكبر من قصة المليون اللي نزلتها. مع العلم إن قصة المليون قصة ما هي سهلة، وقصة من الرتم الثقيل. قصة اليوم وأنا قاعد أقراها في الأيام اللي فاتت شدتني بشكل مرة كبير، قصة عادي تشوفها في يوم من الأيام في أحد الأفلام، قصة من الرتم الثقيل. قبل ما نبدأ حبيبي وعزيزي المتابع في قصة اليوم، لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ومشاهدة ممتعة. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير، القصص تحكي لنا اشياء في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم ترجع لشخص اسمه فواز. فواز يقول عائلتي مكونة من ولدين وبنت واحدة وابوي وامي. يقول ابوي تزوج امي وهو بعمر 17 سنة، وامي كانت في عمر 15 و16. يقول لان الفرق بينهم سنة واربع شهور. مثل ما انتم عارفين يا جماعة الخير ان الزواج المبكر يخليك اذا تقدمت بالعمر يطلعون عيالك كأنهم أخوياك. في الشيء هذا أنا أشوفه من أفضل الأشياء اللي في الحياة، إنه ولدك يطلع خويك. المهم يقول فواز أبوي شغال في أحد الجهات العسكرية، وبالتحديد في مكافحة المخدرات. طبعا فواز هو الأخ الكبير اللي موجود في هذه العائلة. يقول كان عمري ذيك الأيام 14 سنة بحدودها، وأبوي كان بعمر 31 أو 32 سنة. يقول إحنا متعودين كل أسبوع في يوم مخصص نجتمع فيه إحنا وعماني، كذا جمعة عائلية بسيطة. يقول فيجي أبوي يروي لنا الأحداث اللي صارت في آخر أسبوع، إنهم قبضوا على الناس اللي هنا، وإن هذا الشخص كذا وإن هذا الشخص كذا، وقاعد يشرح لنا أشياء موجودة. وبعض الأحيان أبوي الله يعطيه العافية يمسكنا على جنب يجي يعلمنا إن المخدرات طريق حرفيا من أسباب طرق الهلاك، انتبهوا يا عيالي منها. المهم ما علينا. يقول فواز أنا أدرس في المتوسطة القريبة عند بيتنا، ما أحتاج شخص يوديني ولا يرجعني. فيقول أروح أدرس وأنا في صف ثاني متوسط. يقول عندي أخو أصغر مني في أولى متوسط يدرس. يقول في ذاك اليوم وانا طالع من المدرسة الا احصل في ناس قاعدين يتضاربون، هذول مين؟ واقعد اناظر يمين يسار الا احصل اخوي الصغير قاعد يتطاق مع اثنين من الناس الموجودين في المدرسة. يقول واروح طاير على طول وافكك بينهم وامسك اخوي واطلع منهم. يقول حصلت اخوي الصغير طاقهم طق مو طبيعي، على انهم كانوا اثنين مجتمعين عليه. يقول اني احصل واحد حاط يده على عينه والثاني قاعد يمسك راسه، عرفت ان اخوي الصغير طقهم طق مو طبيعي. قلت افضل حل اني انا افك بينهم ولا ازيد الموضوع اكبر من كذا. سحبت اخوي قلت له وش السالفه؟ قال هذول يتكلمون علي ويقولون عني كذا 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 كذا. المهم قاعد يشرح لي اخوي الصغير وش سبب المضاربه اللي صارت. يقول والاثنين هذول قاعدين يقطون كلمات شوي اكبر من عمرهم، وكلمات يعني بالتحديد كلمات بذيئه. سحبت اخوي وخدته ومشينا للبيت. قلت له فيك شيء؟ تحس بشيء؟ قال لي اخوي يا رجال لا تشيل هم، طقيتهم كلهم. يقول ما تشوفهم اصلا، كل واحد حاط يده على عينه او راسه. قلت له يا اخي فكنا من المشاكل واحنا منا فاضيين، وبعدين وش سبب السالفه اللي صارت؟ قال لي والله ما في سالفة، ولكن واحد من الطلاب حقين الفصل قال لي ان ابو الطالبين هذولي ابوهم متعاطي للمخدرات، عشان كذا يجوا المدرسة حالتهم تكون سيئة، وعشان كذا برضو معدلاتهم ناقصة. قلت لأخوي الصغير طيب وش صار بعدها؟ يقول أنا رحت بس سألتهم سؤال بسيط، وكنت أصلا أبغى أنصحهم. قربت عند الولد وقلت له أنت صدق أبوك يتعاطى مخدرات؟ يقول فواز أنا عرفت الحين أن أخوي جاب العيد، مفروض ما يروح يكلم هذول الصغار نهائيا، وخفت على أخوي الحين أكثر وأكثر. ولكن أخوي سمع أبوي وهو قاعد يتكلم في الأمور هذه وينصح الناس، اعتقد له الإذن أنه ينصح الناس بالطريقة اللي هو يشوفها، وما عمر النصيحة فادت إلا لما تكون من شخص عزيز عليه. المهم نظرت في أخوي وقلت له يا أخي أنت صاحي بالله رحت قلت لهم كذا؟ قال لي والله رحت وقلت لهم أبوكم متعاطي مخدرات، كنت أبغى أنصحهم بس وعلمهم أن أبوهم لازم يترك المخدرات. فحسيت أن في أخوي البراءة مرتفعة شوي، فما ينفع يقابل الناس بالأسلوب هذا. قلت له والله أنك غلطت غلطة قوية، مفروض ما تروح تقول الشيء هذا كله، ومفروض ما تنصحهم، أكيد عندهم عم أو خال أو واحد قريب لهم ينصحهم بشكل أفضل، فهم يعتقدون الآن
الان انك انت جيت وعايرتهم او جيت واستهزيت فيهم، الله يهديك. الان ابغاك تروح للبيت وتقول الموقف اللي صار لك هذا كله لابوي. قال لا ابوي يمكن يضيق علي ويقول لي اصلا تقلدني وليه تنصح الناس وش دخلك انت. قلت له عط ابوي علم عشان انت تكون يعني فاهم الموضوع. قال له اخوه صغير خلاص زين يا فواز. المهم يقول فواز مشينا لين وصلنا البيت ودخلنا. قلت طبعا ابوي باقي ما وصل، ما في في البيت الا امي واختي، ما في احد في البيت. طبعا اختي توها في الابتدائي فيطلعونها بدري، ولكن احنا يتاخرون على ما يطلعونا. يقول فواز جلسنا وقلت لامي يا يمه والله اخوي جاب العيد، وقاعد اقولها بضحكه عشان امي بس ما ترتاح. قالت لي وش قال؟ يمه تخيلي رايح الطالب المدرسه، قال له انت ابوك يتعاطى مخدرات بيعتقد انه يقدر ينصحهم، هم ما لهم دخل هذول العيال مو بالابو اللي يتعاطى. قالت امي الله يهديه لسانه حرفيا اخوك ذا متبري منه. قلت والله ما ادري عنه ولكن ترى خايف يقول الموضوع هذا لابوي، وانا احس هذول في المدرسه يا يمه راعين مشاكل، انتبهوا على اخوي. قالت امه زين زين. يقول بعدها كذا بنص ساعه ساعه الا نسمع فتحه الباب الا هو ابوي وفي يده اكياس غدا جايبها من برا عشان بنفرشها وناكل. يقول المهم جاب ابوي جاب صحن وحط الرز وحط الدجاج وحط يعني الجلسه المعتاده حقت الغدا. يقول شوي الا اخوي الصغير تكلم قال يا يبا في اثنين طلاب في المدرسه انا تكلمت عليهم. يقول فواز الا ابوي ناظر فيه قال وش قلت؟ يقول جاني واحد من الطلاب وقال لي ان ابوهم يتعاطى مخدرات ورحت انا بس ابغى انصحهم. الا ابوي ضاق وناظر فيه ولكن ساكت شوي. قال ايوه وش بعد؟ قال المهم توعدوني في الطلعه وطقيت معهم شوي. قال ابوي اهم شيء انتهت المشكله شوي، انا تكلمت يا فواز وقلت يبا والله اتوقع ما انتهى ولكن تعال بكره المدرسه عشان تحل الموضوع ولا تكبر. فواز خايف بس ان ذول الطالبين يروحون يعلمون ابوهم، واذا علموا ابوهم ابوه ممكن يجي بحاله عقليه سيئه. هذا الخوف اللي قاعد يدور في راسي انا يا فواز. يقول شوي ابوي قال خلاص وعدنا بكره ان شاء الله راح اجي المدرسه على الحصه الثالثه على الحصه الرابعه باذن الله. يقول فواز انا هنا ارتحت ان ابوي بيجي بكره يحل الموضوع يمشي. وصدق يا جماعه خير يمر اليوم ونقوم الصبح ونروح المدرسه على الحصه الثالثه الا ابوي دخل على المدرسه وكلم المدير حق المدرسه وسال عن الطالبين هذولي. قال مدير المدرسه اتوقع الطالبين هذولي غايبين اليوم. شوي جاء ابوي وطق الباب حق الفصل وناداني قال فواز تعال واجي، وقال لي الموضوع اللي صار قبل شوي. يعني رحت المدير وقال ان الطالبين هذولي غايبين عشان نعتذر منهم ولكن خلي الموضوع بكره. قلت له يا يبا اتوقع الموضوع ما راح يمشي هنا، يبا ابغاك في الطلعه تكون عند باب المدرسه لانهم ممكن يسوون شيء لاخوي. شوي ابوي صار يناظر فيني قال يعني وش بيسوون؟ قلت والله ما ادري بس يمكن يجيبون فزعه من برا ويصيرون يطقون اخوي وانا والله ما اقدر اسوي شيء واخاف اخوي يتضرر. شوي قال لي ابوي زين زين لا تشيل هم ابدا، تكمل دراستك وانا قبل الطلعه بساعه بكون موجود في المدرسه وباذن الله ما يصير خاطرك الا طيب. يقول فواز صدق ابوي راح وعلى الحصه الاخيره قبل ما تنتهي الا هو عند باب المدرسه ويدخل وياخذنا من جوا المدرسه قبل ما نطلع. قال ابغى استاذن عيالي بطلعهم. قال ابى اتخذهم. المهم خذنا اخوي الصغير وطلعت مع ابوي مع باب المدرسه. اول ما طلعنا يا جماعه الخير التوقع اللي خمنته وقلته لابوي صار نفس ما توقعت. الطالبين جايبين ناس كبار وفي واحد اتوقع عمره بالأربعين 45 يعني كبير ما هو بصغير لدرجه انه اكبر من ابوي. ابوي عمره توه 32 سنه. الا شويه الطلاب الاثنين اللي طاق معهم اخوي امس يشرون عليه قالوا هذا، الا ابوهم معاه سكينه. قلت يا ساتر سكينه عشان مشاكل بين طلاب؟ ويتكلم انت تتكلم على عيالي وتقول ان ابوكم يتعاطى مخدرات والله الاذباح. المهم ابوي قال لنا ارجعوا ورا. رجعنا ورا ابوي. ابوي الان في المقدمه قدام الرجال يقول له هد هد وما يصير خاطرك الا طيب هد. ومن انت عشان تتكلم معي كذا؟ الرجال منفعل على الاخير واتوقع انه كان في حاله هستيريه وممكن كان متعاطي بعض المواد المخدره. قال له يا ابن الحلال هد مشاكل بزران يا رجال كبر عقلك والله ما تستاهل. يقول ابوي صار ينصح وخر عني وخر والله لذبحه. طبعا الرجال هذا الان يعتقد ان ابوي يمكن يعتقد ان اخوي الكبير لان ابوي واضح ان عمره صغير والله لذبحه اذا هلا ما ربوه انا اربيه. المهم يقول تشاد مع ابوي شوي وذاك كان صدق متحافي. يقول شوي ابوي مسك يده ما ادري كيف كذا باسلوب غريب بعدين مسكه مع رقبته. يقول الرجال كان واقف الا اشوفه على الارض. صدق الموقف ذاك كان مخيف ومفرح. مفرح اني شفت ابوي بشكل ثاني وبشكل قوي مره، ومخيف قلت ما ادري وش راح يصير بعد هذا الموقف. يقول المهم ابوي يسدحه وطرحه على الارض وفر يده ونزله وذاك يتوجع الرجال اللي تحت يدي يدي فك. الا ابوي يقول له يقول انا قلت لك من قبل اهدى والموضوع ما يستاهل واتوقع ما ينفع معاك الا هذه الطريقه. يقول شوي ابوي يطلع الجوال من جيبه ويتصل طي 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 ويرد هلا والله عبد العزيز وينك؟ قال انا موجود.
موجود. قال حرك الآن سيارة حكومية وتعال لي عند المدرسة الفلانية هذه. قال يلا الحين جاي. صدق بخمس دقائق أو ثمان دقائق لجت سيارة يا جماعة الخير، سيارة ما عليها أي شعارات والواضح أنها كانت سيارة سرية. يقول افتحوا الباب اللي ورا كان فيه نفس الشبك وركبوه وسكروا الباب. وعياله اللي كانوا عند باب المدرسة راح لما أبوي وقال لهم كيف حالكم طيبين؟ ما راح يصير شيء لأبوكم، لا تخافون ولا تتوترون، ولكن مثل ما أنتم شايفين أبوكم جاب سكينة كان يبغى يقتل واحد، فأنا سويت الشيء هذا عشان أبوكم ما يتعرض القصاص وبعدين يموت ويخليكم. المهم الطالبين هذول اللي كانوا متطاقين مع أخوي الصغير حبوا أبوي. يا عم الله يعطيك العافية، والله حنا آسفين، والله ما درينا إنه بيصير كذا، والله الناس فين، وصاروا يصحون عند أبوي. تكفى خل أبوي يرجع، والله ما عاد نعيدها، والله ما عاد نعيدها. وأبوي استغل الموقف هذا وقال يلا روحوا سلموا على بعض وتسامحوا. سلموا على أخوي الصغير وتسامحوا وانتهت المشكلة اللي بينهم، وقال لهم بإذن الله أبوكم راح أخلص أموره إن شاء الله وأرجع لكم، لا تخافون. وانتبهوا تقولون ميت خواتكم أو أمكم إن أبوكم في قسم الشرطة، ترى والله ما راح يطول، ساعة ساعة ونص وبجيبه، وعد مني وعد. قالوا خلاص يا عم تقدر تودينا بيتنا؟ يقول فواز أبوي ركبنا في السيارة وركب ذا الاثنين معنا ورحنا وديناهم عند بيتهم ونزلناهم. يقول انزلوا ما أدري كيف كانوا حاقدين تحولوا إلى ناس هادين مرة ومسالمين. انزلوا ومشى أبوي ونزلنا عند بيت. شوي أبوي طلع من البيت وراح لقسم الشرطة عشان ينهي الأمور اللي صارت مع الرجال. يقول أنا نزلت وقلت لأخوي احمد ربك إن أبوي جاء، ولا قسم بالله العظيم إنك الحين أتوقع إنك ميت، وكنت أضحك على أخوي بس عشان أخفف التوتر منه ولا ينفعل. إلا أخوي يقول لي الحمد لله ودخلنا البيت. المهم مرت الساعة الأولى، بعد ساعتين كذا إلا أبوي رجع للبيت. قلت له ها يبا بشر صار. قال أبشركم الأمور زينة وانتهى الموضوع وخلاص ما عاد راح تصير مشاكل، ولكن ها لا تقعدون تعايرون الناس وفكونا من هذا الشيء، وهذا الشيء مو كويس اللي قاعدين تسوونه. شوي الأخوي الصغير يقول والله يا يبا إني كنت أبغى أنصحهم، لأني أنا والله العظيم أحبك يا يبا، من كثر إني أحبك تأثرت فيك وأنت تنصح الناس اللي عندنا في العائلة، ولكن خلاص يبا ما عاد بنصح أحد، بكيفهم يسوون اللي يبغون. المهم الموضوع انتهى بخيره وشره والحمد لله. عدى أول موضوع، هذا الموضوع حرفيا كنت أشوفه من أخطر المواضيع اللي قد مرت علي، ما قد عشت نفس الخوف هذا. المهم يا جماعة الخير، يقول فواز مرت الأيام وكالعادة أبوي في كل يوم في الأسبوع يجمع عماني ويقول لهم السواليف، ولكن في يوم من الأيام جاء أبوي ومعاه خوية، دخلوا للمجلس حقنا عند عماني. مرحبا ومسهلا، هلا والله كيف الحال، أموركم زينة؟ أنا أنتظر أبوي الآن يعرف بخوية هذا، أبغى أعرف منه أهو وأول مرة أشوفه. قال لهم هذا خويي اسمه ماجد، وهذا من أعز أخوياي اللي يشتغل معي، والشخص هذا من زمان أعرفه وبيني وبينه صولات وجولات، رجل رجل بما تعنيه الكلمة. اللي عرفته من أبوي إن خوية ماجد هذا أعز صديق عنده. المهم سلم علينا وتعرف علينا أنا وأخوي الصغير. المهم قاعد يسولف يسولف، مرت ممكن ما يقارب أبو ساعة بعد طلعوا من المجلس هو أبوي ومشوا. المهم مرت الأيام يا جماعة الخير، وبعد ما يقارب ثلاث أو أربع سنوات، طبعا ثلاث أو أربع سنوات يعتبر عمر كبير، ولكن فواز يقول أنا ذكرني كنت في صف الثالث ثانوي وفي نهاية الدراسة، خلاص بخلص هذه المرحلة وأطلع من مرحلة الثانوي وأدخل على مرحلة الجامعة. جيت ذاك اليوم توني طالع من المدرسة ودخلت بيتنا أنتظر العائلة يعني تتجمع، جت أمي جت أختي جاء أخوي الصغير، الوضع يعني كالمعتاد، ولكن الحد الآن أنتظر أبوي يجي ما وصل. بالعادة أبوي يكون في البيت الساعة 2 الظهر، انتظرنا الساعة 2 2 ونص 3 ما حد جاء. سألت أمي قلت لها يا يمه أبوي وينه وش فيه مختفي؟ أمي مباشرة قالت أبوك عنده شغل، ولكن خلها شوي ونتصل عليه ونشوف وينه فيه. صدق بعدها يمكن بنص ساعة أمي قالت راح أتصل على أبوكم وأشوف وينه. طلعت الجوال أمي وطيط طيط وتتصل على أبوي، رن المرة الأولى رن المرة الثانية إلا ويرد أبوي. قال مرحبا أنا اليوم بتأخر على البيت، بتغدى وخلصوا أموركم كلها وإن شاء الله الأمور بخير. سألت أمي قالت لا ليه وش فيك؟ قال إحنا قاعدين نجهز مداهمة لأكبر مهرب موجود في المنطقة، وإن شاء الله إن إحنا راح نطرحه، ادعوا لنا إن ربي ينصرنا عليه. طبعا الكلام هذا كله قاعد أسمعه وأمي مشغلة سبيكر. وفي نهاية المكالمة يا جماعة الخير قال أبوي أنا جوالي ما فيه شحن، ولكن إذا طفى جوالي اتصلوا على جوال ماجد. قالت لأمي طيب وين رقم ماجد عشان أنا أقدر أتصل عليه لو طفى جوالك؟ قال ادخلي الغرفة اللي فيها المكتب حقي راح تحصلينه في سجل المكالمات. قالت لأمي خلاص زين زين والله يحفظك. والحد الآن أبوي ما يدري إن إحنا سمعنا هذا الكلام كله، مع العلم كان ما يبغى عياله اللي هم فواز وأخوه الصغير يتأثرون. يقول فواز في ذاك اليوم صرت على أعصابي أنتظر أبوي بس يطرح هذا المهرب الكبير اللي كان قاعد يتكلم عنه ويقول إنه من أكبر المهربين اللي موجودين عندهم في البلد. المهم مر الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة، حرفيا ما في أي رد من أبوي على المداهمة اللي قاعدين يسوونها. يعني بالعادة هو يقعد ساعة ونص ساعتين وخلاص ينتهي
الوضع ويخلصون كل شيء. ولكن مرت 3 ساعات ولا في اي رد بخصوص موضوع ابوي. فقلت لامي، قلت يمه ترى ابوي تاخر. قالت وش رايكم نتصل على ماجد وتكلمه انت يا فواز وتعرف وين ابوك فيه. صدق، وتاخذ الام الدفتر وتطلع رقم ماجد وتتصل عليه وتعطي فواز الجوال وتشغل سبيكر. يقول فواز الجوال يرن يرن، يقول في الدقه الرابعه الا رد. قال مرحبا. قلت له اهلا، كيف حالك ماجد؟ طيب، انا فواز ولد ابو فواز اللي معاك في العمل. قال هلا هلا. قلت له ابوي عندك؟ قال ابوك ان شاء الله انه بخير اموره زينه. ليه وش بغيت؟ تبغى اسال عنه لانه تاخر. قال لا 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 تشيل هم، ابوك اموره ان شاء الله بخير، بس نخلص شغلنا وان شاء الله راح يرجع لكم. ولكن من الكلام هذا امي ما ارتاحت. اول ما قفل الخط عودت امي اتصلت عليه، قالت له معليش اخوي ماجد، ابو فواز في شيء؟ يقول طبعا انا قاعد اشوف امي وهي ما حطت سبيكر، فقاعده تشوف فيني وهي قاعده تكلم وتناظر فيني كذا وتدقق. يوم قالت له ابو فواز في شيء، تغير وجهها نهائيا وعيونها بديت احس ان الحزن صار يسكنها. قلت لها يما ابوي في شيء؟ ما ردت علي ولا قالت اي شيء، والرجال قاعد يتكلم مع امي وما ادري وش قاعد يقول. شوي فجاه امي قفلت الجوال وحصل امي قاعده تصيح. قلت يما وش السالفه؟ وش الموضوع؟ ابوي في شيء ولا لا؟ لا تبهذليني. امي قالت وهي قاعده تصيح، يقولون ان ابوك جته طلقتين، واحده في بطنه والثانيه في فخذه، ويقولون انه منقلوه للمستشفى وبين الحياه والموت. قلت لأمي مباشرة يمه وش رايس نروح لأبوي المستشفى ونشوف وش فيه. قالت طيب من يودينا؟ قلت الحين أطلع للشارع ووقف سيارة تاكسي وخليه يودينا المستشفى. قالت يلا رح يا فواز. يقول فواز على طول انطلقت للشارع ووقفت أقرب سيارة تاكسي. قلت له تعال ادخل هنا، ويدخل عند البيت وأكلم أمي وتطلع. قلت لها يمه تعرفين المستشفى اللي قال لي سياه ماجد؟ قالت إيه أعرفه. وقالت لسواق التاكسي مكان المستشفى. قالت له بسرعة تكفى الحالة مستعجلة شوي. وإحنا على الطريق لأمي تتصل على خالي، يا ابو فلان تعال للمستشفى، زوجي جته طلقات في جسمه وهو بين الحياه والموت في المستشفى، اتمنى انك تجي المستشفى بسرعه. قال خالي ابشري الان جاي. المهم طلعنا، ويوم وقفنا عند باب المستشفى الا خالي توه ملبق السياره، وننزل وندخل للمستشفى انا وخالي وامي، وابغى ابوي اشوف وش صار عليه وهل هو صدق حالته حرجه او لا. وبحثت عنه يا جماعه الخير لين وصلت الغرفه، حصلت عندها 3 عساكر واقفين برا، وبين ال3 عساكر عرفت وجه ماجد خوي ابوي. جيت قلت له ابوي فيه؟ في شيء ولا ما في شيء؟ قال والله ابوك داخل العنايه الان، بيسوون له كذا عمليه بس يطلعون الرصاص اللي في جسمه، وان شاء الله انه يرجع لحالته الطبيعيه. بعدين قال لي، قال انا قلت لامك لا تقول لكم شيء، ليه قالت لكم؟ قلت له ما عليك، الحين ابوي وش وضعه؟ هو كويس ولا مو بكويس؟ قال ان شاء الله انه بيرجع بصحه وعافيه. يقول فواز المهم في كراسي جنب العنايه هذه على جنب. يقول جلست انا وامي وخالي ننتظر الدكتور يطلع عشان يعلمنا ابوي وش فيه. المهم اللي خالي يسال ماجد، قال له يا ماجد معليش، وش اللي صار وكيف صار؟ صارت السالفة هذه كلها، وش الموضوع بالضبط؟ قال له والله كنا في احد المداهمات، يوم دخلنا للمكان اللي نبغى نداهمه، قال حصلنا الرجال اللي جوا متسلحين، واول ما فتح ابو فواز الباب الا في واحد طلق عليه رصاصتين، واحدة جت في فخذه وواحدة جت في بطنه. قال طيب قبضتوا عليهم؟ قال لا والله ما قدرنا نقبض عليهم، اختفوا اختفاء غير طبيعي، بدون ما نحصل لهم اي اثر. شوي خالي سأل ماجد وقال له طيب هل في احد اصيب غير ابو فواز؟ قال لا ما اصيب الا ابو فواز، وان شاء الله انه يقوم بالصحة والعافية. المهم بعد مرور ما يقارب نص ساعة أو ساعة إلا طلع علينا الدكتور وقال لنا، قال حاب أقول لكم خبر، والخبر هذا حرفيا غير مفرح، ترى الشخص اللي جوا غرفة العمليات انتقل إلى رحمة الله. يقول فواز أول ما قال الدكتور الكلمة هذه جاني هم وحزن غير طبيعي، بديت أحس بشعور غريب مرة، وأسمع أمي تصيح وخالي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وماجد قاعد يحاول يهدينا. إلا شوي أسمع ماجد يسأل الدكتور يقول له ليه وش السبب يا دكتور؟ قال السبب الطلقة اللي في البطن لحقنا عليها، ولكن الطلقة اللي جت في فخذه ضربت أحد الشرايين فسببت له مشكلة ولا قدرنا نلحق عليه، والله يغفر له ويرحمه. طبعا فواز في هذه المرحلة يقول جتني زي الصدمة، ماني قاعد أحزن ولا أنا قاعد أفرح، وأحس اللي مات ما هو أبوي وأحس بشعور غريب. طلعت على طول من المستشفى وتركت هلي جوا، وصرت أمشي كذا وأحس يا أخي ما فيني شيء، لدرجة اعتقد أن فيني مرض غريب، يعني أمي تبكي وخالي حزين وماجد خوية مصدوم وأنا اللي هو أنا ولده ما في أي ردة فعل. طلعت من المستشفى ووقفت عند سيارة خالي، لأنه هو اللي راح ياخذنا ويوصلنا لبيتنا، وانتظر أمي وخالي
يجون. يقول فجأة إلا جاء خالي وأمي، وكانت أمي منهارة مرة قاعدة تبكي حرفيا في الممر كامل. ركبت سيارة وخالي قال لي اركب، وشغلنا السيارة. وكان ذاك اليوم أسوأ رحلة قد شفتها في حياتي، اللي هي كانت من المستشفى للبيت. وصلنا البيت، وقفنا، نزلنا، خالي اتصل على خوالي واتصل على عماني، اجتمعوا كلهم في بيتنا. بعدين ناداني عمي الكبير وقاعد يكلمني، ولكن من كلامه كان قاعد يهديني. وقلت له يا عم والله العظيم اني انا ماني حزين، ماني حزين، ابوي مات الله يرحمه. حسيت بوضع غير طبيعي وانا في هذه المرحلة. المهم يا جماعة الخير، يقول فواز يا جماعة الخير قال لي عمي تجهز عشان نروح نصلي على ابوك الله يغفر له ويرحمه. يقول فواز المهم تجهزت وطلعت مع عماني للمسجد، وصلينا على ابوي الله يغفر له ويرحمه، ورحنا للمقبرة اللي دائما يقبرون فيها عماني والناس اللي نعرفهم، ونزلوا ابوي في قبره ودفنوه ومشينا. وانا لا حياة لمن تنادي، ما ادري ايه صدمة من الموقف ولا ايش، احساس غريب غريب مو طبيعي. واطلع للمقبرة واروح مجلسنا وانتظر عشان يجون الناس اللي يعزوننا في ابوي، فكنت اسلم عليهم يا مرحبا وما سهلا هلا والله الله يغفر له ويرحمه. وعلى هذه الحالة في ثاني يوم زارنا ماجد اللي هو خوي ابوي المقرب. اول ما شفت ماجد حسيت بشعور غريب، عيني صارت تدمع واحس اني بديت احزن، لاني شفت ماجد يمشي وما هو معاه ابوي، ابوي اللي هو خويه الروح بالروح، ابوي اللي كان يقول عن ماجد ان هذا خويي اللي احبه مره، وهذا الرجال اللي بيني وبينه صولات وجولات. تذكرت كلام ابوي هنا وحزنت ودمعت، وجاني خوي ابوي ماجد وسلم علي وعزاني بموت ابوي، وقال لي تذكر ان ابوك مات شهيد ومات وهو يدافع عن وطنه، خل راسك مرتفع يا ولدي. المهم سلم على الموجودين ماجد وعزاهم وطلع مباشره. ومر اليوم الثاني والثالث، وكانت الايام هذيك ايام ثقيله علي. وصرنا في البيت انا وامي واخوي واختي، كانت امي هي الام والابو في نفس الوقت. واستمرينا على ذيك الحاله بمده ما تقارب الاربع شهور او الثلاث شهور، الا جاء ولد عم ابوي وقال لنا انه راح يخطب امي وما راح اخلي زوجه ولد عمي تضيع إيه وعيالها. فوافقت امي على الزواج منه وتزوجت ولد عم ابوي. ولد عم ابوي هذا اسمه سالم، سالم رجال اكبر من ابوي بما يقارب 4 سنوات او 5 سنوات، ولكن كان رجال طيب ومحترم، وكان يحب امي ولا يبغى يزعلها في اي شيء، وبرضه كان يعاملنا كانه عياله صدق، مع العلم ان الرجال هذا ما تزوج نهائيا، ولكن يوم شاف زوجة ولد عمه لحالها وما عندها رجال فتزوجها، وفصارت حياتها معنا. بعد ما تزوج ولد عم ابوي امي، جانا ماجد في ذاك اليوم، يعني بعد ما مر على السالفه ذي 4 شهور ونص او 5 شهور، جاني وقال لي يا فواز الشخص اللي قتل أبوك صدقني ما راح أخليه، وبإذن الله أني راح أخذ حقكم منه. أول ما قال لي الكلام هذا قلت له تكفى يا ماجد، تكفى يا ماجد، أبوي ما يبغى منك إلا أنك أنت تقبض عليه، وبرضه من هو الرجال هذا وش وضعه؟ قال له اسمع، قال له يا فواز المهرب هذا لنا فترة طويلة وإحنا اللاحقة، لنا ما يقارب 6 أو 7 سنوات ولكن ما قدرنا نمسكه، والمهرب هذا مهرب على مستوى. قال للأسف يا فواز أبوك مو أول شخص فقدناه داخل منظومة حقتنا، أبوك هذا رابع شخص يتعرض للقتل بسبب المهرب هذا. إذا طيب يا ماجد ما عندك أي تفاصيل معينة عنه؟ قال لحد الآن ما عندي شيء، ولكن أنا أوعدك في المستقبل أني راح أطرحه وما يصير خاطرك إلا طيب. المهم سكت وراح ماجد هذا صديق ابوي. يقول فواز صرت افكر بيني وبين نفسي، احيانا توني مخلص دراسه، ليه ما التحق بالسلك العسكري واصير شخص مسؤول في الدوله واساعدهم بالشيء هذا، وبرضه منها ارد الانتقام حق ابوي اذا ما قدر عليه ماجد. المهم حطيت الموضوع هذا في بالي ورحت قلت لامي، وكان زوج امي برضه موجود عندها. كنت اتشاور انا وياه وامي وقلت لهم انا والله ودي ادخل عسكريه ولكن ودي ادخل في سلك الضباط. اول ما قلت كذا امي شوي عارضت وما تبغى يصير لي اللي صار لابوي، ولكن زوج امي شجعني وقال لي رح وبد خيار ممتاز وكويس، لان الكل امنيته انه يخدم هذا الوطن، فانصح يا فواز تنضم في السلك العسكري وتصير من احد الضباط الموجودين عندنا. المهم طلعت من عندهم وركبت السياره وقعدت افكر بيني وبين نفسي، ها اسويها ولا ما اسويها؟ هل ادخل هذا المجال واتعلم اكثر واكثر واصير نفس ابوي، ولا اعيش حياه عاديه وما فيها لا مغامرات ولا اي شيء، وتكون حياتي ساده وممكن ماجد ما يرد الدين حق ابوي؟ ولكن تدري خلني اروح اسال رئيس ابوي في الدوام واساله، اكيد عنده معلومات اكثر ويقدر يفيدني، ومن راح يخليني اتواصل معاه اللي هو خوي ابوي ماجد، هو اللي راح يربطني بين مدير ابوي في الدوام او رئيسه وبيني انا، ممكن عنده اشياء يقدر يساعدني فيها عشان يقدر يجيبني عنده. وصدق يا جماعه الخير واروح واكلم ماجد واتصل عليه، السلام عليكم كيف حالك ماجد طيب ان شاء الله، ماجد انا ابغى اتواصل مع رئيس ابوي اللي كان معاه في العمل. قال لي ماجد ليه عسى ما شر وش بغيت منه؟ قلت له ودي استشيره في بعض الاشياء وممكن يقدر يقدم
يقدم لي الخدمة فيها. قال لي ابشر ابد ما عندك مشكلة، متى تبغى تروح له؟ يقول فواز قلت له ودي اروح له اليوم قبل بكرة، ودي اقابله في اسرع وقت. قال لي ماجد ابشر الحين امرك ونروح انا وانت لين قسم الدوام حقنا وادخلك عليه واخليك تقابله. قلت له يلا زين انا في انتظارك. المهم شوي ماجد ويمرني ويضرب لي بوري وانزل واركب معاه ونتوجه للقسم. وصلنا عند القسم ووقفنا سيارتنا، جينا ندخل الا كان في عسكريين عند الباب. دخل ماجد بعدين ساله قالوا هذا مين؟ قال هذا فواز ولد ابو فواز الله يرحمه. يقول شوي للعسكريين تلخبطوا شوي، مرحبا ومسهلا هلا بفواز، اخيرا شفناك يا اهلين وسهلين، والله يرحم ابوك ويغفر له. والله العظيم يا ان ابوك كان رجل بما تعنيه الكلمه. وتذكر يا فواز ترى ابوك ما مات موته عاديه، ابوك مات موته شهيد وخادم الوطن. يقول شوي العساكر هذول اللي يدقوا لي تحيه وانا قاعد اقول في نفسي الله يرحمك يا ابوي انك بقيت الاثر الطيب على الناس هذولي. المهم ياخذني ماجد يوصلني لين عند رئيس ابوي، يدخل عليه مرحبا ابو خالد كيف حالك طيب. اللي يرد عليه الرجال هذا اللي اسمه ابو خالد قال اهلا وسهلا حياك الله، وش فيك يا ماجد ومن الرجال هذا اللي معك؟ شوي اللي قال له هذا فواز ولد ابو فواز الله يرحمه. يقول كان الرجال هذا او ابو خالد كان قاعد على الكرسي حقه، يقول قام من كرسيه والرجال رتبه عاليه في المجال هذا، نظرني وقال لي تعال يا فواز قرب تعال تعال من جنب المكتب. يقول فواز وصرت امشي له لين جيت جنب المكتب، والمكتب حقه كبير وانا كنت طبعا طويل شوي وماني قصير يعني طولي في المتر و78 77. يقول قام هذا ابو خالد قام وحضني وحب على راسي وقال اعذرني اني ما جيت العزاء حقكم، والله اني ما كنت موجود وكنت خارج البلاد، ولكن يشهد الله علي ان ابوك كان من الرجال اللي كنت احطه على يمناي، وابوك من الناس اللي ساعدوا هذا البلد انه ينتظم بشكل كبير. مع العلم ترى ابوك كان في سن صغير عشان يوصل للمرحلة هذه، يعني كان عمر ابوك اتوقع في الثلاثين يعتبر صغير داخل المجال ولكن كان كبير بعماله. يقول فواز انا صدق استحيت من ابو خالد هذا وكلامه الطيب حرفيا والجميل اللي كان عن ابوي الله يرحمه. شوي اللي ابو خالد قال امرني وش تبي يا فواز وش تبغى؟ لو تبغى عيوني عطيتك اياها، انت ولد المرحوم، انت ولد اغلى شخص كان موجود عندي هنا في القسم، امرني انا ابوك واخوك وعمك وخالك وتراك تامر باللي تبغاه، بس وش بغيت وش جابك؟ في شيء مزعلك؟ في شيء تبغى تستفسر منه؟ مع الكلام هذا الا في شخص برا دخل ناظر قالوا ماجد موجود تعال تعال ابغاك شوي ابغاك تخلص لي بعض الاشياء. قال له ماجد ابشر وطلع ماجد وانا جلست انا وابو خالد لحالنا. يقول فواز الباب حق المكتب يتقفل من نفسه، يقول اول ما طلع ماجد على طول قفل الباب. قال لي ابو خالد اجلس اجلس على الكنب وش بغيت بس يا فواز؟ قلت له والله اسمع يا عم والله انا الصدق اول مره اشوفك واول مره ادري عنك، ولكن ابوي كان يمدح في العمل هنا اللي هو ماجد ويثني عليه لانه قد زارنا في يوم من الايام. قال ابو خالد كلهم فيهم خير وبركه ولكن ابوك يا فواز والله العظيم انه فقيده، يوم عرفت انه مات والله اني ما صدقت الخبر. يقول فواز يوم شفت الرجال يرحب فيني قلت له يا اخي ابغى اعرف السالفه اول وبعدها عندي طلب ودي اطلبه منك. قال ابشر وش تبغى اي سالفه؟ قال ابغى سالفه المداهمه اللي كان ابوي فيها. شو ابو خالد قال لي من قال لك انها مداهمه؟ من علمك بهذا السر؟ قلت له ابوي قبل ما يدخل مداهمه اتصلنا عليه وقال عنده مداهمه مع اكبر المهربين الموجودين في المنطقه، وكان ذاك الاتصال اخر اتصال كان بيني وبين ابوي. إلا شوي أبو خالد قال إيه صحيح كانوا في مداهمة وكانوا يطاردون شخص مطلوب من زمان والشخص هذا بهذلنا بشكل كبير ولا قدرنا نمسكه، ولكن بإذن الله أوعدك يا فواز إني أمسك لك في المستقبل وراح أناديك بإذن الله وتشهد ذيك اللحظة. ولكن يا فواز القصة اللي جتني راح أقول لك إياها بالضبط، كانت في مداهمة وأبوك هو اللي قال يلا خل نبدأ نداهمة وندخل عليه، وأبوك ترى من الرتب العليا اللي موجود عندنا ما هو فرد من الأفراد الموجودين هنا، لا أبوك من أحد الضباط وكان تحت مجموعة أفراد وكان يقود هم وانا كنت معطيه كل الصلاحيات والشخص الوحيد اللي كنت اثق فيه ابوك. المهم ذاك اليوم عطى امر انهم يداهمون ودخلوا لذاك الحي حرفيا المشبوه، حي كل اللي فيه بياعين ومروجين ومتعاطين، وابوك كان هو الشخص اللي موجود في الواجهه. يقولون اول ما فتح الباب الا كان فيه شخص ينتظره وطلق عليه طلقتين بالمسدس. قلت له طيب يا عم ما تدري يعني من هو الشخص اللي طلق عليه؟ قال والله اسمه ما هو موجود عندي ولكن يا فواز انا اعرف لقبه يسمونه المروج المجنون. كيف مروج ومجنون؟ قال مجنون مو معناه ان في جنون، لا مجنون ان الشخص افعاله مجنونه، اف كان يروج ويهرب المخدرات باسلوب غريب لدرجه في يوم من الايام اف كان مدخل كميه داخل سكن عسكري. انت تعرف يا فواز داخل سكن عسكري وش يعني؟ وتعرف ان الكميه برضو اللي معاه كانت ما يقارب 9 كيلو او 10 كيلو من ماده الحشيش، الكميه كبيره مره انها تدخل سكن عسكري. بعد ما دخل هناك انتبهوا عليه رجال الامن،
يقول كان وقت دخوله كان في وقت النهار. يقول المدخل للسكن العسكري هذا وانتبهوا عليه رجال الامن وهو قاعد يوصل كميه قرروا يلقون القبض عليه. يقول المهم رجال الامن قرروا انهم يقبضون عليه في نفس الوقت لانهم شافوا معاه الكميه وداخل السكن العسكري هذا. ولكن السؤال المحير، ولكن يا فواز الشيء اللي حيرنا ان الرجال هذا كان معاه سلاح وكان الوقت ذيك الايام صباح. يقول حصل باص مخصص للطالبات والطالبات قاعدين يركبون دف طالبتين برا وركب معهم وقفل الباب وصار يسوق الباص. فقالنا افتحوا الباب ولا اقسم بالله العظيم لاقتلهم. وافتحوا البوابة وطلع من عند البوابة وراح وقطع ما يقارب 7 كيلو أو 8 كيلو ووقف الباص وخلى البنات وطلع من عندهم واختفى من ذاك اليوم. ولكن السؤال المحير يا فواز، كيف قدر يدخل منطقة عسكرية وهو معاه مواد مخدرة؟ وكيف طاوع قلبه انه يقدر يطلع بالخطة هذه؟ فأكيد اختياره للوقت كان مناسب، فأكيد انه حاسب كل شيء راح يصير. عشان كذا قلنا ان هذا الشخص تصرفاته مجنونة او يسمونه المهرب المجنون. يقول المهم طلع ومن ذيك الايام وهو مختفي تماما وكان موجود في منطقتهم. بعده يقولون انه انتقل الى مدينتنا. وكيف عرفنا؟ امسكنا بعض الناس اللي يشتغلون عنده وكان ابوه قاعد يدير ذيك العمليه بالكامل. بعد تحقيقات كثيره كان ابوك يبغى يعرف من الراس الكبير اللي قاعد يشتغل ورا هذا الموضوع. يقول في واحد من كثر ما استجوبناه وضغطنا عليه اعترف وقال انا ما اعرف اسمه، ولكن الشخص اللي قاعد تلاحقه والطارده ترى شخص مجنون ويسمونه المروج او المهرب المجنون. ويقولون انه ما يفرق معاه اي انسان، عادي يقتل اي شخص يواجهه قدامه بدون خوف او تردد. يقول فواز بعد ما قال لي ابو خالد السالفه كامله وعرفت الموضوع من البدايه للنهايه، قلت له اسمع يا ابو خالد انا عندي طلب واتمنى انك ما تردني، انت شخص ما شاء الله رتبتك عاليه، ممكن تقدر تقدم لي الخدمه هذه؟ فقال لي ابو خالد سم وش بغيت يا فواز؟ قلت له يا ابو خالد انا ابغى اشتغل معكم وابغى اتدرب من البدايه للنهايه، وين تنصحني اتوجه؟ وأنا جاهز إني أدخل السلك العسكري الآن، ولكن ما أبغى أشتغل إلا في القسم حقك. نظر فيني كذا أبو خالد وقال لي كم عمرك الآن؟ وأقول له عمري. قال اسمع، جاك مطلوبك والشي اللي تبغاه راح يصير الآن. تروح تقدم على سلك الضباط وتروح تتدرب معهم، بعد ما تخلص أنا أجيبك عندي. وكنت أنا يا فواز كنت أعتقد أن أبوك موهوب بالتوقعات والتخمين، وممكن أنت ينطبق عليك المثل اللي يقول هذا الشبل من ذاك الأسد، عشان كذا يا فواز روح وما جاك عندي. يقول فواز المهم بعد ما أعطاني الخبر هذا قال لي خذ رقمي وخلى عندك، ولكن انتبه يا فواز تقول لأحد اني انا قاعد اقدم لك يد العون، انا قاعد اقدم لك الشيء هذا لان معزة ابوك كانت غالية. يقول فواز قلت له جزاك الله خير يا عم وابشر، اليوم راح اقدم على السلك العسكري وراح اعطيك كل اوراقي عشان تضبطني وتجيبني عندك. وصدق يا جماعة الخير، يقول فواز واطلع ذاك اليوم من عنده وحصل ماجد واقف عند الباب يسولف معهم وقاعد يدخن. قلت له ماجد تقدر توديني البيت؟ قال ابشر. يركبني سيارته ويقول ميد اخويا يلا استاذنكم. قال لي ها وش كنت تبغى من ابو خالد؟ يقول فواز على طول ذكرت ابو خالد يوم يقول لي لا تقول لاحد اني انا قاعد اقدم لك يد المساعده. قلت له قاعد اساله عن في حقوق ماليه لابوي او شيء او لا. فقال لي ماجد افا تحتاج فلوس؟ قلت له لا ما احتاج فلوس، ولكن امي موصيتني وابغى اشوف هل في امانات عندهم او لا. شوي ماجد قال اسمع اي شيء تحتاج اكلمني وما يصير خاطرك الا طيب. قلت له ابد ما تقصر يا ماجد. وراح وصلني عند بيتنا وانزل يا جماعه الخير واقدم على السلك العسكري. بعد ما قدمت خدت اوراقي كلها وكلمت اللي هو ابو خالد. قلت له ابو خالد تراني قدمت اوراقي اتمنى انك تسنعني. قال لي ابشر روح التحق في الدوره وبعد ما تخلص باذن الله راح اجيبك عندي. يقول فواز واروح ذاك اليوم واجهز لبسي وودع اهلي وزوج امي واختي واخوي والتحق في ذيك الدوره العسكريه اللي رفعت من همتي ورفعت من عزيمتي وقوت عندي مداركي بشكل كبير. يقول حصلت هناك ضباط عن مليون ضابط، حصلت هناك ناس من النخبه، ناس علموني بشتى انواع الطرق وزادوا عندي نسبه التحمل بشكل كبير. يقول فواز مرت السنوات واخلص في ثالث سنة ويجي موعد التخرج حقي واتخرج يا جماعة الخير. وفي ذاك اليوم كان ابو خالد حاضر هذا الحفل. اول ما قابلني دق لي تحية وقال لي مرحبا يا فواز، واتوقع يا فواز بعد الكلام اللي سمعته عنك في الدورة اتوقع ان اختياري كان في محله، وفالك التوفيق يا فواز وانتظرك بكرة في القسم حقنا، وترى اوراق اعتمادك عندي في القسم تراها معي. قلت له الله يعطيك الف عافية يا ابو خالد وشكرا على حضورك هذا، والله العظيم انك زدتني شرف.
المهم يا جماعة الخير، يقول فواز اليوم الثاني رحت للقسم وقابلت أبو خالد وسلمت عليه وعلمني المكان اللي راح أداوم فيه، فقال لي هنا مكانك، فأول شيء راح أخليك تعمل في الأقسام كلها، من إرشيف، من وارد، من صادر، من كل شيء، فبغاك تتعلم كل شيء موجود في هذا القسم، وكل يوم يعني راح أخليك في مكان بس تاخذ نظرة يعني بسيطة، وبعدها راح أنزلك معاي الميدان. قلت لأبو خالد كم يعني يحتاج من يوم؟ قال ما تحتاج إلا الأسبوع هذا، خلصه وبعد ما تخلصه بإذن الله راح نتواجه. قلت له أبشر وما يصير خاطرك إلا طيب، بإذن الله راح أبدأ من اليوم إني أركز على كل شيء داخل القسم وأتعلم كل شيء من الصفر. المهم وأجي في اليوم الثاني يا جماعة الخير وأبدأ أتعلم الأشياء اللي قالها لي أبو خالد، من صادر، من وارد، من إرشيف، وبرضه كان في أحد الأيام هذه كان مخصص إني أرتب سجلات القضايا. مثل ما أنتم عارفين سجلات القضايا دائما داخل القسم تكون أشياء صارت في الماضي، وهذه السجلات سجلات سرية لازم القسم يحافظ عليها ولا أحد يعرف وش صار داخل هذيك القضية. بعد ما خلصت الأسبوع الأول تواصلت مع أبو خالد وقلت له، قلت أبو خالد أبشرك مريت على كل الأقسام وتعلمت بالشكل المطلوب اللي أنت قلت لي إياه. قال أبغاك تحطني مع مجموعة عشان أباشر العمل داخل الميدان. شو أبو خالد قال لي، قال اسمع، الأشياء اللي وصيتك عليها ترى ما هو شغل الضباط، ولكن أنا أبغى أخلي عندك انطباع عن أي شيء قاعد يصير. من اليوم ورايح راح تشتغل مع ماجد اللي هو خوي أبوه، ولكن ماجد الآن في إجازة، وترى لحد الآن ما يدري إنك معنا في القسم، وبإذن الله راح يجي للقسم بعد أسبوعين من الآن. عشان كذا في الفترة هذه راح أنزلك مع واحد اسمه قاسم، وقاسم الآن هو اللي راح يكون مسؤول عنك لين يجي ماجد. برضو إذا أنت ما تبغى ماجد ما عندي مشكلة، أخليك تستمر مع قاسم إذا هو أعجبك. قلت من قاسم هذا؟ قال روح للدور الثاني المكتب رقم 4، ادخل عليه وقل له جايك من طرف أبو خالد، وراح يفهم هو الموضوع كامل. يقول فواز والله وطلعت من عنده ورقيت لين الدور الثاني ورحت لين عند المكتب رقم 4 وادخل عليه السلام عليكم أهلا وسهلا، صار الشخص هذا اللي اسمه قاسم برتبة أعلى مني وشخص كبير في العمر يعني عمره 47-46. قال لي أهلا وسهلا يا فواز، حياك الله، يا مرحبا ومسهلا، اجلس. أعرف أبو خالد قال لي عن كل شيء أنت تبغاه، ولكن وش اللي تبغاه أنزلك فيه في الشهرين أو الثلاث شهور هذه القادمة؟ قلت له والله يا قاسم أنا ما راح أطول عندك لأني أنا مرتبط مع ماجد. قال لي ماجد ما غير؟ قلت لي نعم. قال لي طيب وش تبغى الآن أسوي لك؟ قلت له أبغى أجلس معاك الأسبوعين هذه بس لين يجي ماجد، ودي أتعلم كيف أنزل الميدان وكيف تخططون وش الأسلوب اللي تتبعونه. المهم ابتسم قاسم وقعد يضحك، قال ابشر يا فواز كل شيء لاحق عليه، ولكن علمني وش اللي في راسك، وش تبغى تتعلم بالضبط؟ يقول فواز يوم قال لي الكلام هذا وبرضه لاحظت في قاسم شخص عليه القبول، شخص محبوب وجهه كذا مريح لدرجة ما هو مريح تحس انك تعرفه من سنوات كثيرة. قلت له والله يا قاسم اسمع، انا ابوي مات بسبب مهرب واشتغلت هذا المجال بإرادتي، منها ابغى اشوف هل تم القبض على المهرب هذا او لا، واذا ما تم القبض عليه ابغى اتولى هذه المهمة. قال والله اسمع يا قاسم انا ما اقدر اتولى هذه المهمة، لازم انا يا قاسم اتولاها بعد انت تصير تتولاها، لاني انا الرئيس اللي فوقك الان، ولكن اذا تبغى تفتش ورا هذه المواضيع روح الرئيس القسم من جديد وقل له الشيء اللي انت تبغاه وباذن الله ما راح يقصر معك. يقول فواز اول ما قال لي كلام هذا حسيت الموضوع صعب وحسيت ان الموضوع اكبر مني بشوي، اذا قاسم هذا القديم اللي موجود في القسم قال انا ما ابغى اتولى القضيه وقاعد يبين لي انه هو لازم يتولاها عشان يقدر يكلفني فيها واخلى المسؤوليه على طول وداني الرئيس القسم اللي هو ابو خالد، قلت اكيد ان المهمه هذه صعبه والناس متخوفه بعد موت ابوي في ذيك المهمه، واطلع من عنده وارجع من جديد يا جماعه الخير عند ابو خالد. سلام عليكم ابو خالد كيف حالك؟ طيب ابو خالد انا رحت عند قاسم وقلت له كذا وبينت له الشيء اللي انا ابغاه. شو يا ابو خالد؟ قال انت وش تبغى؟ قلت له يا طويل العمر انا ابوي مات في مهمه ومات بسبب مهرب، طبعا مات فدا لهذا الوطن، ولكن انا اقول يا ابو خالد اني ابغى اعرف هذا المهرب مين وعندي حماس اني انا ابغى اقبض عليه. شو ناظر فيني ابو خالد وقال لي، قال والله اسمع انا اعرف حماس اي شخص يطلع من الدوره يكون متحمس بشكل كبير وده يسوي كل شيء عنده، ولكن انت يا فواز شخص مختلف، عندك ثار تبغى تنتقم منه، ولكن انا كرئيس ما اقدر اقول لك اوكي روح واقول لك اشتغل في هذا الموضوع واعطيك الموافقه، لاني انا مسؤول عنك بعدين، لو صار لك شيء او جتك اصابات انا مسؤول عنك، في كل الناس اللي موجودين هنا في القسم اعتبرهم ترى مثل عيالي ومستحيل اني افرط فيهم بسبب طيش او ماضي قديم. انا والله عارف يا فواز ان قلبك يغلي غلي مو طبيعي، وعارف انك تبغى ترد الثار اللي صار لابوك وتبغى تريح ابوك في قبره، ولكن يا فواز ترى الموضوع مو مثل الشيء اللي انت تبغاه، وش رايك اكلفك بمهمه قريبه وممكن توصلك للشيء اللي انت تبغاه؟ قلت له ابو خالد وش المهمه هذه؟ قال اسمع، في بياعين عندنا موجودين في المنطقه، هذول موجودين زي السياكل او الدبابات المخصصه لتوصيل الطلبات، مهمتهم انهم يوصلون المخدرات من مكان الى مكان. بالبدايه ابغاك
بس تقبض لي على واحد اثنين عشان انت تقدر تستجوبهم وتقدر تاخذ منهم العلم وهم يوصلونك بعدين. يا ابو خالد طيب ايش يضمن لي ان هذولي اللي راح امسكهم يشتغلون عند المهرب او المروج المجنون اللي قد قلت لي اياه قبل فتره؟ تتذكر قبل 3 سنوات قال اسمع يا فواز، شفت ماجد قبل ما يطلع وقبل ما ياخذ اجازه كان قابض على 3 أو 4 أشخاص، انتظره لين يجي وخليه يعلمك. كلهم قالوا انهم يشتغلون مع المهرب هذا، وترى المهربين يا خالد الروس الكبار ما حد يعرفهم، ممكن تشوفه باجمل هيئه، ممكن تشوفه في منصب او مكان ما تدري بعدين هو مين. ترى ما يطلعون نفس الناس العاديه، اذا كبر راسه وكبر الشيء اللي هو فيه مستحيل انه يظهر وجهه ومستحيل ان احد يعرفه. الان راح اعطيك بلاغ جاني قبل يومين ممكن، ولكن ما حصلت شخص اوصيه يمسك هذا البلاغ. وش رايك تمسكه انت وفي شخص ثاني معاك اسمه بكر؟ بكر له ما يقارب عندنا حوالي 4 أو 5 سنوات. وش رايكم تمسكون القضيه هذه وتحاولون تحلونها وتقبضون على المروجين هذول البسيطين اللي ينشرون المواد المخدره بين الاحياء؟ قلت له زين خلاص كلفني بالمهمه هذه وان شاء الله الناس اللي راح نقبض عليهم يكونون يشتغلون عند الشخص هذاك نفسه. قال لي ابو خالد اطلع الان وراح اتواصل مع بكر عشان تمسكون هذه القضيه وباذن الله انكم تقدرون تبدعون فيها. ولكن يا فواز انتبه تتساهل في هذا الموضوع او تحس انك قادر انك انت تقبض عليه في اي لحظه. ترى الناس اللي قاعد تتعامل معهم ناس ما هم طبيعيين، الناس هذولي يتعاملون بمواد مخدره وخطيره، المواد هذه تخليهم يخرجون عن السيطره. قلت له ابد يا ابو خالد لا تشيل هم، ولكن الان كلم بكر وخلني انا اتواصل معاه عشان اعرفه زين، وبعدها راح ندير هذه القضيه انا وياه وباذن الله اني راح ابيض وجهك. شوي قال لي ابو خالد خلاص عطني 10 دقائق باذن الله راح تحصل بكر موجود عند الباب جايك، راح اطلب انه يحضر الان. يقول فواز يا جماعه الخير صدق بعد 7 أو 8 دقائق الا الضابط بكر موجود عند الباب. مرحبا اهلا هلا والله فواز كيف حالك طيب؟ قلت له يا مرحبا ومسهلا هلا بالضابط بكر كيف حالك طيب امورك زينه الحمد لله. قلت له ان ابو خالد قال لي عن قضيه يبغانا احنا نمسكها وباذن الله ان راح نقدر نحلها. قال لي اي نعم ان ابو خالد تواصل معاي قال انت ترك راح تشتغل مع فواز وابغاكم تقبضون على الناس هذولي واذا قبضتوا عليهم باذن الله راح اكلفكم مهمه اكبر من المهمه هذه. وصدق يا الربع ركبنا السياره انا وبكر. قال لي بكر الان وش الخطه؟ قلت الخطه الان ان عندنا صورهم وعندنا اسماء المشتبه بهم. الخطه يا بكر نطلع الان ونروح لللوكيشن اللي عندنا او الموقع ونراقب الموقع كذا عن بعد ونشوف ايش قاعد يصير. واحنا رايحين الموقع شوي بكر قال لي بالله ورني الموقع ووريه بالجوال. قال يا الله يا شين ذا الحي. قلت ليه وش فيه هذا الحي؟ قال يا رجال الحي هذا كله ناس متعاطين، ناس مو طبيعيين، يا ساتر يا الفساد اللي داخل هذا الحي. هذول يا رجال يبغالهم يا رجل ممكن ما يقارب 40 أو 50 شخص عشان تقدر تطلع واحد منهم، ومعروفين من زمان ترى، مو هذه اول قضيه تصير هناك. قلت له طيب اسمع ان الحين رايحين بسياره رسميه، بيشوفون السياره الرسميه راح يعرفون كل شيء، راح يعرفون ان قاعدين نبحث عن ناس موجودين هنا. وش رايك اطلع بسيارتي وسيارتي برضو ممتازه جيب ومرتفع ونقدر نطمر الرصيف لا بغينا. قال لي والله فكره طيبه، خل نوقف السياره الحكوميه ونركب سيارتك. قلت له زين زين وصدق يا جماعه الخير ونرجع واخذ سيارتي وركب بكر معي ونطلع للحي القديم هذا واللي معروف عنه حرفيا ترويج المخدرات والتعاطي. يقول المهم هو عباره عن طريق بعد تلف يمين وتدخل الحي. يقول فواز دخلنا الحي الا صدق نشوف ناس في الشارع قاعدين وناس في كل زاويه متمركزين واطفال قاعدين يلعبون، ولكن اللي باين لي ان الحي هذا شعبي وقديم ولو تبغى تطرد واحد اكيد في طرق خفيه يقدر ينحاش منها. وصرنا نبحث ونبحث عن صوره المتهم اللي اعطانا اياه ابو خالد، بحثنا عنه بحثنا عنه ما حصلناه وقعدنا نراقب من بعيد لبعيد. يقول فواز قلت لبكر اسمع والله عندي لك خطه جباره. قال له وش هو؟ قال له وش رايك نجيب شخص من برا يشتري بضاعة من هنا، يسمونه مخبر أو متعاون، نجيبه يشتري منهم وفي لحظة الشراء نقبض عليهم ومعهم الممنوعات. قال والله فكرة ممتازة وراح حرفيا تحل أشياء كثيرة، ولكن ترى الحركة هذه نسبة الخطر فيها عالي، بيكون متأهب إنه هو يسلم بضاعة فأكيد معاه سلاح، أكيد معاه ناس قاعدين يراقبونه. شوي فواز قال بكر اسمع أنا ما أبغاه تكون معاه كمية كبيرة، أبغى لو كمية بسيطة، ولكن أبغى أستجوبه لأن عندي هدف بعد هذا جواب، ابغى اعرف وش وضعه وهو قاعد يشتغل مع مين. الا بكر قال لي قدام ابد الان اتواصل لك مع احد الناس المتعاونين وننسق معاه انه يبحث عن هذا الشخص ويحاول يجيب رقمه ويتصل عليه ويتواعد معاه في اي مكان ويعلمنا المكان حقه. صدق الا بكر يفتح الجوال طيط 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 ويتصل على احد المتعاونين اللي معهم. السلام عليكم كيف حالك يا فلان؟ في شخص بالاسم الفلاني هذا ساكن في المنطقه هذه تعرفه؟ قال لي اعرفه. قال له بكر طيب نبغاك تنسق معاه تشتري منه بس بضاعه بسيطه. قال لي زين الان راح اتواصل معاه وباذن الله
بالله خير. يقولوا صدق الرجال هذا 10 دقائق او ربع ساعه الا يعاود الاتصال فينا. سلام عليكم، ترى نسقت معاه، راح يتقابل معاي عند السوق القديم. اي سوق وفي اي جهه؟ قام يحدد لي مكان داخل السوق. قلنا له وش البضاعه اللي طلبتها منه؟ قال طلبت منه بضاعه بسيطه مره. وهو ما يقلق اصلا من البضاعات البسيطه، يعتقد اني انا مستخدم، ولكن لو جيت ببضاعه كبيره راح يكون الموضوع اخطر. المهم حددوا المكان. خلوني اقول لكم وش اسلوب المكان اللي حددوه. سوق قديم بشكل مربع يا جماعه الخير، والسوق هذا يقطعه طريقين، في طريق للي رايحين وفي طريق للي راجعين. الطريق هذا يقص السوق نصين. يقول فواز انا جيت في اول الشارع. طبعا يعني فواز لو دخل مع السوق هذا يكون يمينه محلات ويساره محلات لين يطلع مع الشارع العام الثاني. يقول فواز انا وقفت في بدايه الشارع ومعاي الموتر حقي ومعاي جنبي برضو اللي هو بكر. يبعد عني الرجال اللي هو المتعاون ما يقارب 70-60 متر، يعني بعيد وما راح يكون الشكه يعني كبيره. ولكن بعد ما يشتري اكيد المهرب بيقطع من منتصف السوق، بيكمل طريقه وبعده بيلف يمين وبيطلع على الطريق العام. والطريق العام هذا بعد السوق على طول فيه اشاره اللي هي اشاره المرور يا الربع. يقول فواز انا قاعد اراقبهم من بعيد. جت لحظه البيعة ولكن كنت بتفق مع المتعاون، قلت له مثلا اطلب 3 حبات واذا جاء وقت التسليم رجع له حبتين وخذ حبه، قل ما معي الا فلوس الحبه، وخله يرجع ومعاه باقي مخدرات في سيارته عشان اقدر القي عليه القبض وهو معاه بعض الاغراض الممنوعه. وصدق يا الربع المتعاون خلص الامور الا ويطلع الرجال هذا. يوم حرك سيارته الا انا اطلع وراه بالجيب، وكان مسرع الرجال يعني كانه حاسم فيه شخص وراه. المهم فجاه الرجال اللي قدامي زاد السرعه، عرفت انه انتبه اني انا قاعد اطارده. المهم يوصل نهايه السوق ويلف يمين. المهم لف يمين والف وراه يمين. يوم لفيت يمين الا الاشاره حمراء، وكان في طريق المسار اللي على اليمين مفتوح، ونبعد عن الاشاره ما يقارب 300 متر 400 متر، ولكن اشوفها من بعيد حمراء يعني مستحيل ينحاش. المهم دخل مع المسار اليمين اللي فجاه تطلع سياره من الجهه اليمين وتوقف وتقفل الطريق هذا، يعني ما اقدر الحقه، كان هذا الشخص سد علي الطريق. واضرب لبوري طاط طاط عي يفك، واطلع له مع الشباك وبانت البذله حقتي اللي هي المخصصه للعساكر، وبرضه مو راضي يفك الا شوي. بكر ناظر فيني قال لي فواز اسمع اصدمه. هم اصدمه يا ولد، الرجال ما له دخل. قال اقول لك اصدمه. قال متاكد؟ قال اقول لك اصدمه قبل ما ينحاش. ونصدم يا جماعه الخير اللي عند الاشاره، طبعا الجيب قوي، وادفه لين نص الاشاره واطلع يمين يا جماعه الخير واصير الحق ورا الرجال هذا. اسرعت سرعه جنونيه حرفيا، وذاك الشخص كان معاه سياره صغيره ويعني مستحيل انه ينحاش مني، وادعس وراه. في نهايه برضو الشارع في اشاره، يا ياخذ يمين يا يروح يسار يا يروح سيده، واحنا قربنا منه بشكل كبير. شوي مسك المسار اليمين يبغى يلعب علينا عشان يطلع يسار، مسك المسار اليمين وتفتح الاشاره خضراء ويطلع على المسار اليسار، الا انا جايه مع المسار اللي في النص واصدمه مع البيبان حقته دودوف في نص الشارع. طبعا انا ليه سويت هذا كله؟ معي امر قبض. المهم والصدمه يعني ما كانت بذيك القوه يعني الضخمه، ولكن تكسر القزاز حق بيبانه وانزل عليه، وينزل معي بكر عند الاشاره. يقول عاد بكر متعافي مره، يقول قال لي يرجع رجع السياره ورجع السياره، ويسحب يا جماعه الخير مع القزازه ويطلع برا السيارة ويثبته. في هذه اللحظة يا جماعة الخير اللي احنا قاعدين نلقي القبض عليه، بكر في نفس اللحظة طلب دعم من الدوريات انها تجي في نفس هذا المكان. حرفيا توه منزل بكر الا تجي الشرطة وتقفل علينا ونمسكه. طبعا انا يا فواز ما اقدر اركب سيارتي، لان سيارتي سيارة غير رسمية، ولكن جاء احد الافراد وقلت لا انا بركب معاك وخل خويك يركب مع بكر، ابغى الرجال هذا في موضوع. قال لي زين، قلت له خلني انا اسوق وانت تركب على الباب. المهم بكر راح بسيارتي وهو خوي الرجال يعني راعي السيارة الرسمية، وانا ركبت مع هذا الرجال واركب هذا البياع يا جماعه الخير ورا، واخذه كني بروح اوديه للقسم. ولكن فجاه وقفت على جنب، الا قال لي المعزز حقي وش فيك صاير يعني حضره الضابط؟ قلت لا تشيل هم خليك هنا، واجي من ورا وافتح الباب حق السياره اللي كذا كانه قفص من ورا، واخلي الرجال يقعد على الصندوق حق السياره او زي ما تقول الباب اللي ورا. قلت له تعال تعال قرب قرب، ما نسوي لك شيء، قرب تعال. اول ما قرب قلت له ها كيف حالك؟ قال الحمد لله. الا يقول فواز انا قاعد اجمع يدي ابغى اضربه باقوى قوه. يقول واسطر الكف الاول. الشخص اللي معي قدام انصدم، قال ايش فيك فواز؟ قلت موضوع شخصي مع هذا خله. طبعا فواز قاعد يطقه يا جماعه الخير من حق، الناس هذولي بهذلوا بلدهم تعبوهم بشكل غير طبيعي. ويسطر الكف الثاني، قال اسمع انا ما ابغى منك شيء، تبغى اطلق سراحك الان اطلق سراحك، ولكن ابغى منك شيء واحد. قال له وش هو؟ قال من الراس الكبير حقكم. من هو؟ قال انا ما اقدر اتكلم، لو تكلمت والله العظيم راح يبهذلوني. قلت لك 10 ثواني بتتكلم ولا لا؟ يقول ناظر فيني كذا وسكت، واقوم واشغل الجوال واحط 10 ثواني واوريه. شويه
خلصت العشر ثواني قال ما اقدر اقول، ويجيه كف ثاني ويجيه كف ثالث رابع خامس. قلت له اسمع الان لو ما تقول لي قسم بالله العظيم لا اسلمك بتهمة انت ما قد سمعت عنها في حياتك، فقل لي من الان وانت مين اصلا. يقول فواز تبين لي ان الشخص هذا ما هو من نفس البلد، شخص جاي من برا البلد لا وبرضه مهرب، يعني جايب اوراق غير رسمية. قلت له اسمع انت مصيبتك مصيبة، ولكن اذا علمتني راح اطلق سراحك وافكك من هذا الموقف اللي انت فيه. قال لي اسمع اللي ماسكنا واحد مرة قوي، شخص غير طبيعي، شخص مرة 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 غير طبيعي، لدرجة في يوم من الأيام هدد أخوه الصغير، هدده بالسلاح قدامنا، بعد ما هدده طلق طلقة جنب ساقه وجرحت ساقه، وما كان عنده أي توتر أو خوف، الشخص هذا جنوني في تصرفاته. يقول وهو قاعد يتكلم ويقول لي هذا مين، يقول على طول ذكرت أبو خالد يوم يقول هذا مهرب مجنون، مهرب مجنون خبل مو طبيعي، تذكرت كل كلمة قالها لي. قلت له طيب وين مكانه؟ قال والله العظيم إني ما أعرف مكانه، ولكن تكفى فكني وبإذن الله إني راح أقدر أفيدك. قلت له لا ما راح أفكك الآن، لازم تعلمني كل شيء وتتعاون معنا، ولو تعاونت معنا أنا أوعدك شخصيا إني أنا أطلعك من هذا الموقف اللي أنت فيه، وأطلع لك أوراق وخليك تجي بشكل رسمي على حسابي، ولكن أبغاك تساعدني، وبرضو بعطيك مبلغ لو ساعدتني يفوق $2000. من الآن أنا أقول لك ساعدني وبإذن الله أمورك راح تتسهل. يقول رجال شوي يعني هدى ونخ شوي، قال أبشر ولكن لا تسلمني ولا تكتب فيني أي شيء. قلت له أبشر، وقال والسيارة ما أبغى منها شيء، وخويي اللي صدمتوه عند الإشارة برضو ما نبغى منكم شيء. قلت اللي عند الإشارة اللي صدمناه أوه خويك؟ قال لي نعم هذا خويي، وإحنا أصلا نستخدم هذه الطريقة أن إحنا إذا لاحقتنا الشرطة أو المكافحة نوقف سيارة في المسار الأيمن، توقف الطريق ويخليني أنحاش، ولكن أنت صدمته ودفيته لين نص الطريق. قلت يعني اللي قبل شوي موقف على الطريق هذا خويك؟ قال لي خويي. قلت ها عشان كذا بكر قال لي أصدمه، كان متأكد إن في تعاون بخصوص هذا الموضوع. يقول فواز المهم ركبته جوا الجيب وقفلت الباب وركبت قدام. قلت سبحان الله والله يا عندهم طرق واجد يسوونها عشان يقدرون بس يخرجون نفسهم. المهم اروح لين القسم حقي واوقف وانزله وادخل مباشره. قلت نزلته وخليته في الحبس، قلت خليك هنا واطلع مباشره لابو خالد. قلت لابو خالد كيف حالك؟ طيب قبضنا على الرجال وجبناه، ولكن ابغى طلب منك تكفى لا تكتب فيه اي شيء ولا تسلمه للسجن، الرجال راح يتعاون معنا هذا بشكل غير رسمي وراح يعاوننا من تحت لتحت. قال لي يا فواز ما ينفع، ترى اللي قاعد تسويه خطا انتبه. قلت له معليش هذا ضرره بسيط، ان نبغى الراس الكبير. قال لي ابو خالد اسمع يا فواز انا ما عندي مشكلة، وتصرفاتك هذه اللي قاعد تسويها قاعد تذكرني بابوك الله يرحمه، ولكن يا فواز انا خايف عليك، اخاف بكرة يكتبون فيك محضر ويعرضونك للسجن لانك اطلقت شخص مطلوب. قلت له يا ابو خالد الشخص هذا ما هو مطلوب بشكل كبير، وما هو من الناس اللي يعني يتاجر بالمخدرات بشكل عميق. يا ابو خالد اتمنى انك تهدأ وتعتمد علي في هذا الموضوع. قال لي ابو خالد اسمع يا فواز هذا الطلب الوحيد اللي راح تطلبني منه ولا راح اردك فيه. عشان كذا يا فواز سوي اللي تبغى. يقول فواز واطلع من عند ابو خالد الا شوي وجاي بكر. بكر طبعا كانت معاه سيارتي، قابلت له قلت له هلا بكر. يا اخي والله يا بكر توقعك كان سليم، شفت الشخص اللي صدمناه؟ تخيل انه كان صاحب الشخص اللي قبضنا عليه وكان موقف علينا الطريق عشان احنا ما نمر. قال بكر يا فواز الحركه هذه قديمه، والحركه هذه اغلب الضباط يعرفونها، عشان كذا يا فواز قلت لك اصدمه وما جاك عندي، ولكن الرجال وش صار عليه؟ وينه الان؟ قلت يا بكر اسمع انا اتفقت معه اني انا راح اطلق صراحة وراح أدخل البلد هنا بأوراق رسمية وراح أتحمل كامل التكاليف، ولكن بشرط واحد إنه يساعدنا إنه يوصلنا للمجرم هذا اللي هو المهرب مجنون. قال لي اسمع ترى الموضوع شوي خطير. قلت له إيه أبو خالد؟ قال لي كل شيء، ولكن لا تشيل هم، هذا الرجال وجهه قسم بالله العظيم ريحني وحسه إنه راح يتعاون معنا شوي. قال لي بكر وين؟ كنت موجود في الحبس امش معي. وندخل أنا وبكر عنده ونصير نسأله أسئلة تخص الشخص هذا المهرب، وطرحنا عليه أول سؤال، قلنا له وش الأسلوب اللي راح تساعدنا فيه وشلون راح يصير الموضوع هذا كامل وكيف احنا راح نثق فيك. قالوا اسمعوا البداية عشان انتوا تثقون فيني انا والله ما عندي الا شيء واحد، انا موجود انا وعائلتي في هذا البلد وعايشين عندكم على طول. فواز قال له يعني كلكم باوراق غير رسمية؟ قال لا انا واختي بس اللي باوراق غير رسمية، ولكن انا قررت اشتغل عشان اساعد اختي بعدين اساعد نفسي، وبما انك انت يا فواز رحت علي هذا الموضوع وقلت راح تساعدني ابشر انا راح اساعدك، ولكن عشان تثقون فيني خلوني اخذكم ووديكم لبيتنا وتقابلون اهلي واخوي وامي وابوي وتعرفون موقع بيتنا بالضبط. رحت جماعة الخير وشغلت سيارتي وعلى طول توجهنا الى بيته. المهم نزلنا من السياره والرجال هذا فتح لنا باب البيت، دخلنا البيت لدرجه الكل قام واستنكر الموضوع. فجاه جاء ابو الولد هذا وقال مرحبا كيف حالكم طيبين؟
قلت له مرحبا يا عم. قال تكفى لا يكون مسكت ولدي بقضية تخص المخدرات، تكفى إذا أنت ماسكه استر عليه، والله ما عاد يعودها. قلت له يا عم ريح بالك، ولدك من اليوم رايح راح يصير شغال معنا. يقول وصار يدعي لي الرجال اللي هو أبو الشخص اللي طقيته في السيارة وقبضت عليه. الله يسعدكم، تكفى لا تفكون ولدي، خلوه يتعامل معكم، وزين أنكم علمتوه الطريق الصح. قلت له أبشر يا عم ولا تشيل هم. المهم طلعنا أنا وعلي وبكر وطلعنا من المكان والحي حقهم، وقفنا على الطريق وسألته، قلت له علي وش راح تساعدنا فيه؟ يلا علمني، وش الشيء اللي تقدر تقدمه لي عشان أنا أقدر أقبض على هذا الشخص؟ قال اسمع، فيه أخو صغير للمهرب هذا الكبير اللي يسمونه المهرب المجنون، عنده أخو صغير، والأخ الصغير هذا أنا ما أعرف اسمه، ولكن تراني أعرف شكله، في ناس كثيرين يقولون هذا أخوه. قلت له طيب وين ساكن؟ وين مكانه بالضبط؟ قال راح أعلمك مكانه. امش بالسيارة، يقول صير يقول يمين يسار يمين يسار يمين يسار، لين دخلني في أحد الأحياء المعروفة عندنا، ودخلنا وقال لي شوف ذاك هو. ترى الرجال ملحس شوي وعقله مو معه، ولكن إذا قدرت تمسكه وتستجوبه بيكون شيء ممتاز. قلت له متأكد؟ قال متأكد، لو تقدر تلقي عليه القبض الآن ترى زين إن حصلناه. يقول فواز على طول اتصلت على أبو خالد وعلمته الموضوع، قال أبو خالد الآن راح أرسل لك فرقة يأخذونه ويودونه القسم ويتحصله في القسم موجود عندك. قلت له يلا أنا أنتظركم. صدق وتوصل الفرقة في 10-15 دقيقة اللي هم موجودين، ويجون عند هذا الشخص وكان تصرفاته هستيرية مو بصاحي، واضح إن الحبوب العبت فيه وخربت عقله بالكامل. الله يكفينا الشر. المهم خذوه وركبوه وودوه القسم الشرطة. يوم ودوه في ذاك اليوم كان الجو ليل ما شفته في الشارع زين. يوم دخل القسم وقعدت ناظر فيه صرت أقول يا الله الشخص هذا والله العظيم إني قد شفته وين ما أدري لحد الآن وين شفته. وجهه مألوف ولكن متغير، والتجاعيد في وجهه زايدة، واضح أنه تقدم في العمر شوي يعني، أو أن المخدرات وصلت لهذه الحالة. قلت يا أخي الشخص هذا والله قد مر علي، يا الله وين شفتك يا أخي؟ سألت على طول، قلت له مش اسمك؟ قال اسمي نواف. مش تبغى أنت؟ قلت له لا ما بشي، ولكن أبغى أسألك بس عدة أسئلة. نواف أنت عندك إخوان؟ حاولت يمين يسار رافض يقول. قال أنا نواف، أنا بس نواف. أنت تبي نواف؟ أنا نواف. صار يعيد لي كلمة نواف، يا ابن الحلال أبغى شخص غير نواف، عندك إخوان أكبر منك؟ بيتكم وين؟ أخوك الكبير وين؟ شوي قال لي أنا ما عندي إخوان وما حد أخوي في هذا الدنيا، أنا ما أخوي إلا المواد الممنوعة جماعة خير، قال حبوب كذا بأسماء معينة. قلت له يعني ما عندك إخوان؟ قال لا ما عندي إخوان. وش تبغى أنت؟ تبي شيء؟ وبعدين ليه ماسكيني؟ المهم كلامه كان هستيري وقاعد يستعجل بالكلام بأسلوب غريب وقاعد يرمي كلام ما هو مفهوم. حاولت استجوب منه ما طلع معي شيء. قلت الحل الأنسب إني أنا أراقب هذا الشخص بنفسي، ولا أترك يفلت مني، ولا راح اخلي ولا شعره واحده تفلت مني ابد. صدق يا جماعه الخير لحظات اللي حنا اطلقنا صراحه ما عليه شيء، شخص متعاطي ولكن عقله مو كويس، ولكن يعني عنده التركيز شوي ويقدر يخارج نفسه، ولكن انا الان قاعد دور في راسي اقول يا الله وين شفتك يا اخي، وين شفتك يا نواف؟ لحد الان انا اتذكر اني شفته ولكن ما ادري وين. المهم بعد ما اطلقنا صراحة نواف، يقول فواز صرت اراقبه وصرت قاعد اشوف وين يروح وين يجي. يقول اول ما طلع من المركز كذا قطع الشارع ودخل مع الحواري يا جماعة الخير، واختفى من قدامي اختفاء مباشر، اختفى اثره كأن ما في احد. قلت الحل الانسب اروح للمكان اللي صدناه فيه والقينا القبض عليه وانتظره هناك، اذا جاء خير وبركة، اذا ما جاء بصير ابحث عنه بحث عادي لين احصله باذن الله. المهم رحت لبيتهم وانتظرت عنده. اللحظة هذه اتصلت على بكر، قلت له بكر نواف اللي قبضنا عليه قبل شوي يا اخي ما بحثوا داخل السجلات عن عائلته او شيء؟ فما يعرف اسمه ولا يعرف الرقم حقه، كيف راح نسوي بحث عنه؟ فالموضوع يحتاج ان نحصل شخص من صله قرابته بعدها نقدر نبحث عنه بشكل مكثف. شوي قال لي بكر وينك يا فواز الحين؟ قلت له والله لا اخفيك يا بكر انا قاعد اراقب نواف وابغى اشوف وين يروح وين يرجع، والشخص هذا يا بكر ترى قد شفته ولكن والله اني ناسي وعقلي ما يجمع وين قد شفته فيه. شوي وهو قاعد يكلمني بكر قلت له بكر نسينا شيء مهم، نسينا اكشف على ساقه، صح مو علي قال لنا ان اخوه الكبير طلق جنب ساقه وحرق ساقه؟ فاكيد ان الرصاصه مرت لمساقه وحرقته، نسينا نكشف على هذا الشيء واستعجلنا وطلعناه من عندنا. شوي قال لي بكر اي والله انك صادق، والله ما جت على بالي نهائيا، ولكن انت الحين راقبه وبعدين نكشف على هذا الموضوع. قلت له زين. يقول فواز صدق وانتظرت كذا ابو 10-20 دقيقه الا نواف اللي كان عندنا في القسم جاء للمكان اللي يجلس فيه، وانا طفيت سيارتي ونزلت شوي كذا في المرتبه وقعدت راقب
راكبه من بعيد البعيد، ابغى اشوف ايش يسوي، وابغى اعرف وين يروح وين يجي. مكان عباره عن زاويه، قاعد في نص الزاويه هذه ويناظر الشارعين اللي رايح واللي جاي. كذا ابو ممكن نص ساعه في قطعه ارض جنب العماره اللي كان واقف عندها، راح دخل قطعه الارض واشوفه كذا قاعد اشوفه يعني، ويرفع بلكه يا جماعه الخير ويطلع منها نفس الجريده كذا المقفله او الظرف الصغير، ويفتحها ويطلع منها شيء ويحطه في ثمه. عرفت يا جماعه الخير ان هذه الحبوب هي حبوب ممنوعه. يقول فقعدت اتابعه ما في اي شيء قاعد يصير، حرفيا جالس في المكان له ساعتين او ثلاث ساعات ما تغير. المهم طفشت وقلت بروح اجيب لي شيء اكله وارجع. شغلت السياره وطلعت من المكان اللي انا فيه، قلت بما اني قاعد ثلاث ساعات خلني اروح اجيب لي اكل وارجع وراقبه بشكل يعني مكثف. يقول اروح اخذ لي كذا اكل بسيط وعود ارجع لنفس المكان وابحث عنه يا جماعه الخير. ما حصلته يا جماعه الخير، اختفاء كامل. مع العلم المشوار اللي رحت اكل فيه وارجع ما يجي ولا 25 دقيقه. قلت زين بكره ارجع اراقبه من جديد، ولكن قبل ما اروح خلني اروح اشوف البلكه هذه هل فيها حبوب ممنوعه صدق او لا. يقول فواز صدق، واقرب من عندها وارفع البلكه واسحب نفس الظرف كذا البني، يقول له صدق طلعت يا جماعه الخير حبوب مخدره، وحبوب من نوع يعني شوي يعني قوي. قلت ان شاء الله بكره ابدا اراقبه بشكل قوي ولا اتحرك من المكان هذا لين اصيده واعرف وين المكان اللي ينام فيه اهو. يقول فواز ورجعت بيتنا ووقفت السياره، سلمت على اهلي واخوي الصغير وجلست في البيت. بعدها كذا بلحظات حطيت راسي ونمت. صحيت من النوم الا اخوي الصغير يطق الباب، فواز. قلت ايش صاير وايش فيه، وافتح الباب بسرعه. ايش فيك؟ قال الحق سيارتك قاعده تحترق عند الباب. متأكد سيارتي؟ وشلون؟ قال ما أدري، أنا جاني جارنا وقالنا في سيارة أخوك قاعدة تحترق وإنهم قاعدين يطفونها تحت، انطلق الآن وشوف سيارتك وش فيها. يقول فواز وأصحى كذا متخبط وأنزل وأفتح الباب وأنزل مع الدرج. يقول فواز وأنزل لأحصل سيارتي قاعدة تحترق والجيران يكبكبون ذا التراب عليها لين طفوها، وزين إنها ما احترقت بشكل كامل. إلا جارنا يقول ترى جاء شخص تب مادة على السيارة وولع فيها، وأنا كنت أشوفه عشان كذا لحقنا وطفيناها بسرعة، ما قعدت فترة طويلة وهي قاعدة تحترق. قلت له طيب الشخص اللي جاء تعرف شكله؟ قال لا والله ما اعرف شكله، ولكن اذا تبغى تصيده شفت بيت جارنا هذا الكبير؟ كلمه ترى بيته كله عليه كاميرات مراقبه، وممكن احد الكاميرات هذه صورته وهو يجي السياره. صدق واروح اكلم جارنا، لو سمحت ابغى تصوير الكاميرات اللي عندك لان في شخص جاء وحرق سيارتي. قال لي ابشر، وراح على طول دخلني غرفه السواق وقال هذه الكاميرات. يضغط ويضغط ويضغط وارجع اللي يا جماعه الخير صدق شفت في تسجيل الكاميرات يا جماعه الخير نواف جاي وحارق سيارتي. ها شكل الرجال هذا مو بمجنون، شكله كان يدعي الجنون. قلت له احتاج بس التسجيل هذا، قال خلاص جيب لي جهاز بس انسخه لك واعطيك النسخه. ويكلم بكر ويقول له ترى جاء نواف وحرق سيارتي وعندي تسجيلات كاميرا، الان نبغى نقبض عليه وبرضه نبغى نشوف هل في حرق في ساقه او لا ونتاكد من كل شيء. قال لي خلاص زين. يقول مهم عممنا عليه كذا ابو ممكن نص ساعه ساعه الا هم جايبين يا جماعه الخير نواف للقسم. وادخل عليه واقول له نواف اسمع، انا اعرف انك صاحي واعرف انك قاعد تسوق ام الجنون عليه، ولكن صدقني يا نواف طحت في واحد ناره ما تطلع. يقول انا قاعد اسولف معاه كذا خليت بكر يدقق على رجوله ويدقق على ساقه، وانا قاعد اكلمه عشان بكر ياخذ راحته وهو قاعد يدقق. قلت له الشيء اللي سويته ترى كله مسجل، ليه سويت كذا؟ انا ما سويت شيء وهذا مو بنا. قام ينكر. يوم شفته قاعد ينكر طلعت على طول من الغرفه وسالت بكر، قلت له دققت على ساقه او لا؟ ركزت عليها زين ولا شلون؟ قال اسمع ترى ساقه صدق فيها حرق وفيها حرق من الجهه الداخليه. يقول على طول فواز انا تخيلت الموقف ان المهرب المجنون موقف اخوه قدامه وطالق بين رجوله عشان خوفه. قلت بس هذا نقطة الفصل والوصل. سألت بكر قلت له شو تشوف نسوي؟ قال اسمع انصحك انك انت تطلق صراحة وتراقبه بشكل قوي وتراقبه بشكل ما ينتبه لك نهائيا. قلت له متأكد تشوف الحل هذا ولا خليه يقعد هنا في الحبس لين بعدين؟ قال لي الرجال هذا مجنون، والله ما راح نطلع منه ولا كلمة، في الافضل نحن نطارده ونعرف وين يروح وين يرجع. صدق يا الربع تنازلت عنه وخليته يطلع، وقلت ذا المرة ما راح افكه ابد، ولكن الان لازم اروح استاجر لي سيارة لان ما معي سيارة. وداني بكر واستأجرت سيارة وصرت أراقبه يا جماعة الخير، وصدق جاء في ذاك الموقع مرة ثانية عشان ياخذ الحبوب حقته، ما فكيته نهائيا. ساعة ساعتين أربع ساعات ست ساعات وأنا قاعد أراقبه هو على نفس الجلسة، وأحيانا يقوم يسوي حركات غريبة ويقعد يتمرن ويرفع يده ويرفع رجله، غريب مرة، الله يكفينا الشر. المهم جاء الوقت اللي بيمشي فيه، لاحظت إنه قام وجمع نفسه وطلع على الشارع يمشي. نزلت من السيارة وصرت أمشي وراه، لأن لو ألحق بالسيارة كل شيء باين وآخر الليل الموضوع مكشوف من الأخير. وأمشي وراه وراقبه يا جماعة الخير، لف بيمين يلف بيسار يدخلني بطرق كذا ضيقة، بعدين دخلني على حي قديم، بعدين يا جماعة الخير اختفى كامل.
ما عاد لقيت له أثر. قلت اليوم الثاني يمكن أحصله، واجي اليوم الثاني يا جماعة الخير ولا حصله، واليوم الثالث ولا حصله. يمر يا جماعة الخير ما يقارب 7 أيام أو 8 أيام، نواف هذا اختفى من على الوجود. المهم في الفترة اللي اختفى فيها رجع يا جماعة الخير ماجد خوي أبوي إلى عمله، قابلني وقال لي الله أنت عندنا يا فواز، هلا والله والله قسم بالله العظيم إنك شرفتنا وصرت برضو ضابط، ليه ما قلت لي؟ قلت له والله يا ماجد ما كنت أبغى أقول لك ولا شيء، ولكن الحمد لله الأمور تسهلت وأنا الآن تراني شغال معكم. قال لي فالك التوفيق وإذا احتجت أي شيء علمني. قلت له زين زين والله يا جماعة الخير، واطلع من دوامي ذاك اليوم واروح للبيت. طلعت ذاك اليوم بدري بدري مرة. يقول المهم ذاك اليوم فواز وارجع للبيت، وادخل البيت إلا أمي في وجهي، جاتي فواز تعال ابغاك شوي. قالت لي يا فواز حاول تقعد مع اخوك شوي ولا تترك يا اخي، قسم بالله العظيم قاعد احس انه مكتئب. طلع ومشى ودى واطلع انت يا تعشى ومو كل حياتك عمل، ركز على اخوك لا تتركه. قلت لها زين زين يا يمه. يقول المهم فواز وادخل على اخوي الصغير وادخل عليه الغرفة، هلا والله كيف حالك طيب، هلا فواز حياك الله، لاحظت انه مستحي مني. قلت لها ها وش الجدول اليوم وين ناوي تروح؟ قال والله ما في شيء. قلت ليه ما في شيء؟ وليه ما عندكم استراحة تروحون الاستراحة تقعدون فيها وكذا؟ قال الا والله كان عندنا استراحة ولكني ما قطيت، قالوا لي خلاص لا تجي لانك ما قطيت. قلت له كم قطتهم؟ قال لي مبلغ بسيط مرة. قلت خذ يا رجال رح سدد يا شيخ الاستراحة شهر كامل وتفضل عليهم بالفلوس ذي. يقول اسحب فلوس واعطيه اياه. قلت له امشي امشي خل نروح نتعشى. المهم تغير وجه اخوي وفرح فرح مو طبيعي، ركب معايا اخوي السيارة اللي مستأجرينها ورحنا للمطعم، عشينا انا وياه. قلت له ها توعدني انك تروح للاستراحة تسدد فلوسهم؟ قال والله ما ودي اسدد الحين، ودي اشتري لي كذا شغلة. قلت له ليه محتاج فلوس؟ قال لي والله محتاج، مثل ما انت عارف انا خلصت الان معاي دبلوم ولكن ما حصلت لي وظيفة، ابغى اشتري لي ملابس عشان اروح واجي مع اخوياي. قلت له طيب خذ واسحب فلوس واعطيه اياه زياده قد تسدد الاستراحه والفلوس اللي معاك اشتر فيها ملابس. يقول يقوم اخوي الصغير ويحب راسي ومستحي مني بشكل كبير. قلت له يا اخي انا اخوك وما للاخو الا اخوه، ما راح اقصر معاك نهائيا. قال اسمع فواز ايش رايك نروح الاستراحه ونروح نسدد المبلغ حق الاستراحه قدامك وابغاهم برضو يشوفونك. يقول فواز طبعا ذاك الوقت انا باقي ما فسخت البدله حقتي، جايب بدله الدوام. قلت له يلا مشينا. بناظر فيه كذا قلت تبغى تشخص باخوك صح؟ تبغى توريهم ان اخوك ضابط صح ولا؟ يقول ناظر فيني اخوي وهو قاعد يضحك. قال يا رجال كلهم يشخصون في الاستراحه، خل روح اشخص عليهم فيك. قلت له ابد ما عندك مشكله. يقول فواز واسوق السياره واروح لين استراحه اخوي واخوياه، وينزل ويطق الباب ويدخل عليهم، وادخل معاه الا هم يعرفوني اصلا بالاصل. قالوا لي هلا فواز كيف حالك طيب؟ قلت الحمد لله. قام اخوي وطلع الفلوس اللي معاه، قال خذوا هذا اجار الاستراحه الشهر الجاي كله. يقول انصدموا انصدموا صادق وشلون؟ يا اخي اقسم بالله شكرا، والله ان كنا نبغى نسلم الاستراحه ونطلع منها. يقول شوي يا جماعه الخير لا يدخلون ولدين يدخلون جوا الاستراحه ويقعدون، اناظر فيهم ويناظرون فيني واحس اني يعني انا قد شفتك، وانا في نفسي اقول يا اخي انا قد شفتكم بس ما ادري وين. شوي قال لي اخوي قال عرفت هذول مين؟ قلت لا والله ما عرف. قال يا الله تذكر تذكر. قلت لا والله ما عرفت منهم ذولي. قال يا اخي تتذكر زمان ايام المدرسه يوم سببت مشكله عند الباب وجاء ابوي الله يرحمه وفزع لي؟ قلت وقال كذا قلت بعدين يا جماعة الخير طلعت عيوني من محلها، تذكرت شيء مهم، تذكرت شيء ربط لي المواضيع هذه كلها. تذكرت يا جماعة الخير الشخص اللي اسمه نواف وهو أبوهم اللي كان أبوي متمشكل معاه. سكت وتغيرت ملامح وجهي، ولكن الآن أبغى أتأكد من الموضوع. قلت لهم معلش ذكروني بأسماءكم. يقول قالوا أسماءهم. قلت لهم وش اسم أبوكم؟ قالوا اسم أبونا سالم. قلت إيه والله ونعم. يقول شوي طفت محركاتي، قلت يا الله يا أخي والله إنه هو، ليكون اسم نواف مو اسمه الحقيقي. سألته قلت اخبار ابوك اموره زينه؟ شوي الا الولد ويفك السبحه عندي. قال والله ابوي احنا تبرينا منه، لا هو بابونا ولا نعرفه ولا يمتنا باي صله. يتاح ابوكم هذا؟ قال يا رجال ابوي طاح في الخراب ولحس شوي. قلت طيب يعني ابوكم وينه؟ مو بعندكم في البيت؟ قال لا امي طردته برا البيت وخوالي بعد ردوه، قال هذا لن نشوف وجهه نهائيا والحمد لله الامور زينه. يقول فواز قلت خلني اسالهم اسئله تعلمني من عمهم الكبير، ممكن يكون هو المهرب مجنون. قلت لهم يا اخي انتم من وين وين مكان وين ساكنين وعمانكم وين؟ قالوا والله احنا ساكنين في المنطقة الفلانية هذه، ولكن ان اساسنا مو بهنا، اساسنا في منطقة تبعد عن هذا المكان 80-100-200 كيلو حدود اتوقع. قلت ايوه. يقول فانتقلنا من ذاك المكان وجينا هنا، وعماني كلهم موجودين هناك، ولكن اللي موجودين عندنا هنا في البلدة هذه 2 ابوي واخوه الكبير. قلت له اسم عمك الكبير؟ قال اسم عمي الكبير حمد. قلت له وينه وش يشتغل وش وضعه؟ قال والله عمي الكبير شغال في العقارات ورجال يعني ما شاء الله عليه شايل نفسه وافضل من ابوي بمليون مرة. ابوي راعي خراب وسبحان الله ربي خلقه فرق. اخوه الكبير هادي وعاقل ومثقف ومرتب، ولكن اخوه الصغير اللي هو ابوي تصرفاته سيئة وما ترك المخدرات نهائيا. المهم فواز يقول ما حبيت اطول معهم بعدين اجيب العيد. قلت لهم يلا تبغون شيء واطلع من عندهم واركب السيارة. وانا قاعد افكر في عقلي اقول هل سالم هو نواف وهذا
يقول ان عمه الكبير شخص راعي عقار ومرتب وماله في الخراب. اتوقع مو بعائلتهم هذه، ولكن عشان اتحقق اكثر ببحث عنهم بالاسم من داخل القسم، يعني اخذ اسماءهم واحاول اطلع معلوماتهم بشكل كامل. يقول فطلعت من الاستراحه واتصلت على اخوي الصغير وقلت له، قلت له اطلع شوي ابغى اكلمك. قلت له اخوياك تعرف اسماءهم؟ قال لي اعرف اسماءهم. قلت ابوه سالم، جدهم مين؟ يقول صار يعدد لي الاسم واخذه واسجله عندي في ورقه واروح يا جماعه الخير القسم واقابل بكر. قلت له بكر ابغاك تبحث لي عن هذا الاسم. قال لي ابشر. وصير يبحث لي، قال لي عطني ربع ساعه وبجي. يقول في اللحظه هذه تذكرت موقف قديم صار مع المهرب مجنون هذا، اللي هو يوم يدخل السكن العسكري وكان معاه كميه المخدرات. قلت يا اخي مو من المعقول انه كان هناك ولا سجلته ولا كاميرا من الكاميرات المراقبه. كلمت مباشره ابو خالد وقلت له، قلت ابو خالد اسمع، ابغى اطلع للقسم اللي موجود في المنطقه هذيك، ابغى اسال عن قرب وابغى اطلع تسجيلات الكاميرا القديمه، وهل ممكن احصل تسجيلات كاميرا قبل 5 أو 6 أو 7 سنوات؟ قال لي ده هي منطقه يعني مخصصه لمنطقه عسكريه، مستحيل تمسع كاميرات المراقبه، كل شيء مسجل وموجود. بعطيك اذن الان انك انت تروح تبحث عن هذا الموضوع بنفسك، وباذن الله الصبح راح تحصل على مكتبي، خذه واطلع. قلت له زين. الا جاني بكر قال لي اسمع فواز، بحثنا عن الرجال اللي تقوله وبحثنا عن اخوانه، صدق الاخوين واحد اسمه سالم والثاني اسمه حمد. حمد يقولون انه يمارس عمليات بيع اللي هي الاراضي والقطع العقاريه والأشياء هذه، وسالم يقولون إنه مختفي من فترة ولا صارت أي عملية تحديث له. قلت له شلون عمليات تحديث؟ قال يعني هويته منتهية وأغراضه كلها منتهية، ولا قد سجلنا عليه أي عملية صرف مبالغ من الصرافات، يعني ما له أي تحديث لنشاطه، والرجال هذا مختفي بشكل كامل. قلت له اسمع بكر، أتوقع إن سالم هو نواف اللي مسكناه قبل فترة، وأصير أشرح لبكر السالفة كاملة وأعلمه إنه صار كذا مع أبوي زمان، ولكن ما أدري وش الربط بين الموضوع هذا. قلت له الشخص هذا أنا متأكد انه هو الشخص اللي اسمه سالم، لاني اتذكره يوم كنت صغير وكنت في ثاني متوسط، ممكن قابلته وجه بوجه، يوم قابلته مره ثانيه عرفت وجهه زين. افترى سالم اخوه الكبير، اتوقع انه هو مروج المخدرات، ولكن راح يثبت كلامنا هذا كله وشو. راح نطلع للسكن اللي صارت فيه عمليه سرقه الباص من المهرب هذا ونشوف كاميرات المراقبه وسجلت. المهم وقوم اليوم الثاني الصبح واخذ الورقه حقه الموافقه اني امارس عمليه البحث في الكاميرات من طاوله ابو خالد، واطلع مباشره للمدينه هذه او المنطقه اللي تبعد عني ما يقارب 200 كيلو واركب سيارتي واروح لها. وانا في الطريق قاعد افكر واقول الوالدين اللي في الاستراحه قالوا انهم كانوا في منطقه بعيده واكيد انهم جو من زمان، هل من الممكن يكون هو صدق عمهم هو المهرب هذا؟ لان اتذكر ابو خالد قال لي ان المهرب هذا كان في منطقه بعيده، بعد فتره لاحظوا نشاطه داخل منطقتنا. يقول صارت تضاربني الهواجيس والتفكير، يقول وزدت في عمري بدال ما يكون عمري صغير، اتوقع في هذيك اللحظات والمهام وصل عمري ل 40 سنه. المهم واعرف الموقع حق السكن واتوجه له وادخل على الاداره حقتهم. سلام عليكم. عليكم السلام، معكم الضابط فواز من القسم الفلاني هذا. الموضوع كالاتي، في سالفه صارت قبل سنوات كثيره، ممكن 6 ممكن 7 بحدودها، ممكن الكل يعرفها. الشخص اللي دخل وحاولتوا تقبضون عليه وركب في باص البنات وطلع من السكن بارادته، وقف بعدين قدام ونزل وخلى باص البنات ومشى. اللي قال الموظف ايه معروف، وش بغيت بس؟ قلت له ابغى تسجيلات الكاميرا اللي كانت موجوده في ذيك الايام. قال والله ما ادري، ولكن خلني اتاكد لك من المكان هل كانت تغطي الكاميرات او لا، وبسال برضو الرئيس حقي هل بيسمح اني اسلمك برضو الفيديوهات هذه او لا برضو. قلت له ابد ما عندك مشكله، وترى معي اذن من الرئيس حقي وسامح لي اني اتصرف بالشيء اللي انا ابغاه. قال ثواني بس خلني ادخل على رئيسي. ويدخل الرجال على رئيسه وقال خل هذا اللي اسمه فواز يدخل عندي. يوم دخلت قال مرحبا ومس هلا انت اللي في القسم الفلاني هذاك؟ قال يا مرحبا ومسهلا، وش بغيت بس؟ قلت له ابغى تسجيلات الكاميرا اللي سجلت ذاك المهرب اللي دخل المنطقه هذه وطلع. قال موجود ابشر، واصلا الاحداث اللي نفس كذا نحتفظ بالمقاطع حقتها بشكل خاص، والاحداث الروتينيه تكون في التسجيلات العامه، ولكن ثواني اكلم لك قسم الارشيف يجيبها لك، مأرشفين كل الفيديوهات في ذاك الوقت، ولكن ترى يوم بحثنا في ذاك اليوم ما كان باين وجهه، اللي كان باين لنا يا فواز ظهره بس، ولكن راح اوريها لك ممكن تعرفه. وصدق يا جماعه الخير، ويدخل الرجال هذا ويضبط الامور 20 دقيقه 30 دقيقه الا جايب لي التسجيل هذا، يفتح لي اياه واقعد اشوفه وراقبه. قلت له اقدر اخذه معي هناك؟ قال لي ما عندك مشكله، معاك الاذن انت؟ قلت ايه. يعطيني الاذن ويوقع عليه ويضبط اموري، قال خذ المقطع. المهم قلت له شغله بالله خلنا نشوف. يشغل واشوف اللقطه. يا جماعه الخير، رجال دخل وكانت الكاميرا مسجلته من على جنب، صدق ما هو باين. بعدين جو بيكشفونه اللي ركب باص البنات وكان متعمد انه يعطي الكاميرا ظهره كانه يعرف وين المكان حق الكاميرا، ويعطي الكاميرا ظهره ويركب باص البنات ويطلع من هذاك السكن.
المسكن. قلت له بس ابغى احتفظ بالنسخه هذه. قال ابد سم. واعطاني اياها وانا طالع. قال لي فواز تكفى سلمني على ماجد، والله يا الشخص هذا عزيز علي وغالي. قال سلمني عليه سلام واجد. قلت بالله تعرف ماجد؟ قال ايه ماجد كان شغال معنا قبل، والرجل ترى له صولات وجولات، الرجل مره ممتاز، قبض على ناس واجد بشكل كبير. قلت الرجال هذا ايه ان ماجد كان صديق ابوي. قال لي دقيقه، شو اسم ابوك انت؟ قلت له انا ابوي ابو فواز. قال ابو فواز ابوك الابيضاني القصير الضابط اللي شغال في المكافحة؟ قلت له إيه نعم. قال لي يا مرحبا ومسهلا، هلا هلا بفواز، أنت ولده؟ قلت إيه نعم أنا ولده. قال أنت ضابط؟ قلت إيه نعم. قال أجل اثنينكم في قسم واحد تداومون. قلت الله يسعدك، أبوي أعطاك عمره والله يغفر له ويرحمه. وانصدم يوم سمع الكلمة هذه. قال أبوك مات؟ قلت إيه والله يا طويل العمر إنه مات. قال كيف مات وشلون؟ قلت مات في أحد المهمات الرسمية. قال هو نفس الشخص اللي طلعوا عنه خبر إنه طلق عليه طلقتين؟ قلت له إيه نعم. قال الله يرحمه ويغفر له. وبد يا ولدي إذا احتاج شيء تراني موجود، واطلع من عندهم يا جماعة الخير وارجع لمدينتي ونادي بكر ووريه الفيديو ونقعد ندقق فيه بشكل كبير. قلت شوف يا بكر، خطتنا راح تكون كالآتي. شفت ظهر الرجال هذا؟ نبغى نجيب صورة لحمد اخو سالم، طبعا سالم اللي اسمه المستعار هو نواف. قال نبغى نجيب صورة له ونشوف شكله ونطابقه، اذا هو نفسه راح نبدا نباشر مهمة انا وياك راح تخلينا ننجز شيء عظيم ذا الايام. قال لي ابشر. صدق يا جماعة الخير كلمنا قسم عندنا يحضروا لنا بعض الصور للشخص هذا اللي اسمه حمد، صور مثلا دخول المنافذ، صور دخول الدول، كلها موجودة في السيستم عندهم. جابوها وجمعوها يا جماعة الخير وصرنا نطابق بينهم، وصار يا جماعة الخير حمد هذا وهو المهرب اللي احنا نطارد وراه من اليوم، وهو المهرب اللي بهذل في المخدرات بشكل كبير. ولكن الآن ما نقدر نثبت عليه بس ان الصورة نفس الصورة هذه، الا لازم تكون تهمة وشي باين قدامنا ولازم ينصاد متلبس. قلت متبكر خلاص خليك هنا، انا بتصل على ابو خالد وبعلمه بكل شي صار معنا. وصدق يا جماعة الخير فواز ياخذ الجوال ويتصل على ابو خالد. السلام عليكم ابو خالد، كيف حالك؟ طيب حاب ابشرك ان حصلنا المهرب المجنون هذا، والمهرب هذا اللي تقول ان عنده تصرفات مره 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 قويه. قال شلون؟ قلت الله يسلمك السالفه كذا كذا كذا، ورحت وطابقت الكاميرات وصار هو نفس الشخص اللي ركب الباص ذاك اليوم ونحاش بالباص حق البنات. قال لي متاكد؟ قلت متاكد، والحين راح تجيك صور في الخاص تاكد منها بنفسك. الا صدق ابو خالد فوه في المكالمه قاعد يطابق الصور. قال لي والله نفسه، ولكن الآن لازم نضبط له كمين عشان نطرحه. أنا بكرة عندي موعد في المستشفى مع عيالي، خلوها بعد بكرة نتقابل. وريح أنت وبكر بكرة لا تداومون، موعدنا بإذن الله بعد بكرة داخل المكتب. ويقول برضه أبغى أجيب ماجد وأجيب كذا شخص معنا عشان يساعدنا. قلت له خلاص زين زين. المهم وطلع ذاك اليوم يا جماعة الخير وتوجه لبيتنا، وادخل بيتنا وأريح وقابل أخوي وأمي وقعدوا يسولفون. يقول شوي أخوي قال لي تدري إيش صار ذاك اليوم في الاستراحة؟ قلت له إيش صار بعد؟ قال تدري يوم شافوك لابس لبس الضابط قالوا إيه شخص بأخوك لأنه في المخدرات شغال وضابط. الاثنين ذوليك توقعوا ايش قالوا؟ قالوا ترى مو بس اخوك اللي يشتغل مخدرات، ولد خاله ابوي برضو شغال في المخدرات. يوم قال كذا قلت من هو ولد خال ابوه؟ وش قال له؟ يقول قالوا لي ان اسمه ماجد. يوم قال ماجد انهبلت يا جماعة الخير، ماجد خوينا يصير ولد خالة ابوه، فاكيد ان في خطة مسوينها بنت لذينة. يقول اول ما قال لي كذا قلت له معليش اسكت شوي وادخل غرفتي واقفل الباب. وقعدت افكر وقعدت اعصر مخي عصر غير طبيعي. قلت يوم الباص يسوق المهرب هذاك الرئيس قال ان ماجد كان يشتغل عندنا، فاكيد ماجد كان يساعدهم. الشيء الثاني اصابة ابوي كانت الحالة، ما حد اصيب غير ابوي ومات. الشيء الثالث يقولون ان ماجد مسك ناس واجد، واكيد الناس اللي مسكهم يعرف اماكنهم بالضبط يطرحهم بس عشان يحسن سمعته قدام الرئيس. الشيء الرابع هل من الممكن صديقك العزيز يقتلك؟ يا اخي ما تركب في المخ. قعدت افكر في الموضوع وقعدت هوجس، الموضوع ما هو قاعد يركب في بالي. ماجد يعني يصير ولد خال سالم اللي هو اصلا نواف بالاسم المستعار، يعني المهرب المجنون يصير ماجد ولد خاله، يعني انهم مسوين خطه ما راح تنكشف نهائيا. يقول صرت تجيني الافكار بشكل سريع، قلت في عقلي اكيد ماجد كان يساعدهم في كل شيء، من عمليات التهريب، من مواقع الدوريات والشرطه والمكافحه، افكان يعطيهم اخباريات كامله، عشان كذا ما قدروا يثبتون عليه اي شيء. قلت الحين ماجد مصدق قدام الرؤساء، لو انا جيت وقلت لهم هذا الكلام مستحيل احد يصدقني لو اموت. قلت ولكن قبل ما يصير الاجتماع ويجيبون ماجد معنا في الاجتماع نفسه لازم اقابل ابو خالد واعلمه بكل شيء، واتصل على ابو خالد مباشره. سلام عليكم
عليكم. وعليكم السلام، وينك ابو خالد؟ قال انا في البيت. قلت ابغى اجيك الان. قال عسى ما شر. قلت الان لازم اجيك. قال وش فيك، في شيء طارئ؟ قلت طارئ مره. قال ابد، تعال حياك الله. واروح جماعه الخير لابو خالد وقابله، ويطلع لي ولده اقلط اقلط يا فواز حياك الله، ويفتح لي الباب واقعد. قلت ما يد ولده، قم ابغى اسولف مع ابوك شوي. قال ابشر، ويقوم يسكر الباب. قلت له اسمع ابو خالد، انت شخص عزيز وغالي علي، وانت شخص تقدر ابوي، صح ولا لا؟ قال لي نعم. قال يا ابو خالد اتوقع اني حليت القضيه بشكل كبير، واتوقع الرب يوفقني اني اطرح لك ناس خونه معانا في الشغل. قال خونه؟ شلون؟ تسمع ابو خالد الكلام اللي راح اقوله لك، راح تصدقني ولا ما راح تصدقني؟ قال والله يا فواز الكلام اذا كان مقنع راح اصدق، وبرضه اذا كان معاك ادله وتثبت الشيء هذا اكيد برضه راح اصدقك مرتين، اما اذا كان كلام مطلق في الهواء ما راح اصدق. قلت له اسمع يا طويل العمر، انا صارت لي السالفه هذه، يمكن صغار ابوي تطاق مع واحد، والواحد هذا كان متعاطي المخدرات، وعلم السالفه يا جماعه الخير من بدايه للنهايه. قلت له الشيء الثاني، قابلت الولدين هذولي في الاستراحه، وقلت لك الموضوع قبل فتره، ولكن وش الشيء الجديد؟ الشيء الجديد ان نواف هذا او سالم عنده ولدين، الولدين هذولي قالوا ان في واحد يشتغل معاك في المخدرات يا فواز اسمه ماجد، ومن ماجد عندنا في الدوام غير خوينا ماجد خوي ابوي. قال طيب ايش دخل هذا في هذا؟ دخل هذا في هذا ان ماجد كان يعطيهم الاحداثيات في لحظه المداهمات عشان يخلي المهرب المجنون هذا ينحاش. ناظر فيني ابو خالد، قال لي فواز كلام اللي قاعد تقوله ترى خطير مره، خطير 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 مره لو صار كلامك صحيح. قلت لابو خالد اني طالبك عطني مهله واجل الاجتماع 4 ايام، عندي خطه ابغى اسويها ولكن احتاج مساعدتك. ابو خالد والله اني اعرف اني انا شخص جديد عندك، انت تعرف ابوي كيف كان يشتغل معك وتعرفه من زمان وسنين طويله، ابو خالد مستحيل اخلي دم ابوي يروح هباء منثورا. ابو خالد تكفى سلمني المهمه وسلمني المفتاح، اذا ما رفعت راسك يا ابو خالد ما اكون فواز. قال لي ابو خالد طيب ايش بتسوي يا فواز؟ نفترض اني اعطيتك كل الصلاحيات وش راح تسوي؟ قال انا اعلمك ايش راح اسوي، خلال الايام هذه ببحث عن بيت هذا اللي اسمه حمد او المروج المجنون، بصير ابحث عنه بتفصيل وتدقيق ممل، ببحث عنه لين احصل الموقع اللي هو ساكن فيه، لدرجه اني راح اطلع واحاول اتعقب التليفون الخاص فيه لين احدد مكانه بالضبط وين يكون. قال لي والله فكره ممتازه. قال لي كيف راح تصيده متلبس؟ قلت له ما عليك خلي الموضوع علي وخلني اجيك بعد يومين، ولكن عطني الموافقه اني اسوي كل هذا الشيء ويكون هذا الشيء كله في وجهك يا ابو خالد وما راح افشلك. ابو خالد قاعد كذا يناظر. قال اسمع فواز، المره الاولى قلت هذا اخر طلب اقبله لك، ولكن المره هذه اقول روح وتوكل على الله وسوي الشيء اللي انت تبغاه، واقوم واحب على راس ابو خالد وادق له تحيه واقول له والله العظيم لابيض وجهك باذن الله اذا كتبها ربي اني راح اوري ماجد نجوم الظهر. قل فواز واطلع من عندهم واتصل على بكر، بكر انسان عزابي ساكن لحاله. قلت له بكر بجيك الان. قال لي حياك الله، واروح وانثر العلم كامل لبكر. قلت له ابغى اجلس في بيتكم وابغى اخطط بشكل مرتب، وانت عندك علاقات تقدر توصلني بشكل كويس. قال لي ابشر يا فواز، دام ابو خالد موافق على كل شيء فانا معاك باللي تبي. قلت له الان ابغاك تكلم المختصين بالاتصال والمعلومات، ابغاهم يطلعوا لي مكان حمد هذا وين فيه، وابغاهم يعلموني الاماكن اللي يتحرك فيها اخر الايام. قال لي الان اكلمهم لك. طيط 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 ويتصل عليهم، مرحبا معكم الضابط بكر من القسم الفلاني الفلاني، ابغاكم تعطوني احداثيات عن الشخص هذا. قالوا 10 دقائق هي جيتك. وصدق يا جماعه الخير 10 دقائق اللي هي على جوال بكر، ويفتحون ويلاحظون تحركاته واماكن اللي يتحرك فيها والنقاط اللي وقف فيها كانت نقاط متفرعه، وهي كانت 3 نقاط. يقول فواز طلعت انا وبكر ورحنا نبحث في ال3 نقاط هذه ندور عن مخزن يغبي فيه المخدرات ونبغى نصيده متلبس فيه، ولكن الان بس نبغى نحدد الموقع. يقول صرنا نبحث يمين يسار، النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه. يقول في النقطه الثانيه اكتشفنا انه مستودع، والمستودع هذا كان يخزن فيه بضاعته حقه المخدرات، والمستودع هذا برضه زابن وما ينشاف وما هو بذاك الحجم الكبير، يعني يقدر يحط البضاعه فيه بشكل قوي. قلت بس الحين حددنا المكان. اسمع يا بكر، ماجد الان كيف راح نطرحه؟ راح اكلم ابو خالد ويطلب اجتماع ان احنا راح نداهم هذا المكان اللي احنا حصلناه. ماجد وش راح يسوي عشان نثبت عليه؟ اكيد انه بيرسل رساله للمهرب هذا وبيقول له انحاش تراهم مخططين عليك يبغون يطبون عليك. قال لي بكر تم، واروح لابو خالد واقول الموضوع اني انا حصلت المكان. قال لي وين وما ادري ايش؟ قلت له حصلته في المنطقه الفلانيه هذه، اللي ابغاك تسويه انك تسوي بلاغ قدام الكل ان احنا راح نهجم على ذيك المنطقه وان هناك في مهرب نبغى نقبض عليه، وراح اكلم لجنه الاتصال تراقب الاتصالات اللي طالعه من ماجد ايه والرسائل، واي شيء يطلع راح يكون مسجل. قال ابو خالد تم. صدق يا جماعه خير، ويكلم اللجنه ويراقبون جوالات ماجد بالكامل.
شوي سووا اجتماع قدام ماجد. تعال يا ماجد حياك الله، عندنا مداهمة نبغى نداهم هذا المكان. ماجد تراك انت اللي بتدير الموضوع. ابشر يا ابو خالد باللي تبيه ابشر. المهم خلصنا الاجتماع، خلصنا كل شيء، طلعنا الحين سياراتنا بنتحرك. الا يا جماعة الخير لجنة الاتصال قاعدة تراقب ماجد وتراقب اتصالاته ورسائله، وتطلع يا جماعة الخير رسالة من ماجد الى المهرب المجنون: ترى الحكومة نص ساعة وبتكون واصلتك، دبر نفسك وانحش من الان. شوي تجيني رسالة من ابو خالد قال كلموني لجنة المراقبة والاتصال وقالوا اي نعم طلعت رسالة من ماجد بالنص اللي قلت لكم اياه قبل شوي. اول ما جتني الرسالة من ابو خالد ووقف يمين يا جماعة الخير، وانا فيني نار الله الموقدة، فيني نار مستحيل تطفى. انزل يا جماعة الخير، كان جنبي ماجد على الباب، وافتح الباب وامسكه مع بدلته وانزله. وش فيك؟ واطلع السلاح يا جماعة الخير وعشقه وحطه على صدره. قلت له ماجد امرك كشف، وعلى فكرة اذا ما تدري الرسالة اللي ارسلتها للمهرب ترى على فكرة احنا قابضين عليه من قبل نص ساعة، وكل الخطة اللي قدامك هذه وهمية، وراقبناك وطلعت منك الرسالة قبل شوي تنبه فيها المهرب المجنون انه ينحاش، وانت توقع الشخص اللي ساعد في قتل ابوي. يقول واقوم وهزه بالسلاح. قلت له اعترف ولا قسم بالله العظيم لا اثور فيك. قال لي انت توهم، انت خبل، وانت تعرف انك رافع السلاح على عسكري وهذا عليه محاكمه. يقول ثواني معدوده الا جت الشرطه المخصصه للعسكر وياخذون ماجد ويعفطونه ويدخلونه في الصندوق. الا شويه ابو خالد يكلمني يقول ابشرك مسكنا سالم وحمد داخل المقر وتراهم موجودين عندنا الان. قلت له الان جايك. يقول فواز واطلع واروح للمقر وادخل قسم التحقيقات حقهم اللي حصل سالم وحمد. سالم اللي هو اللي عنده الاسم المستعار اللي اسمه نواف. اخ انا الان ابغى اعرف من بين الاثنين هذول اللي قتل ابوي. قلت اول واحد الخمه هو سالم لانه شخص شوي مطفوق ويتعاطى وعقله مو معاه، اقدر اغشه بالكلام وخليه يتكلم مع الروعة. قل وادخل عليه كذا. أول ما دفيت قسم التحقيقات وافتح الباب كان في عسكريين قاعدين واثنين قاعدين يحققون معهم. سحبت السلاح على طول وأشرت على سالم اللي يقول لا لا والله ما لي دخل، وقرب عنده. قلت له كيف حالك سالم وأنا حاط السلاح كله على صدره؟ قلت تعرف من أنا؟ قال من أنت؟ أنا فواز ولد أبو فواز اللي قتلت أبوه في المداهمة الأخيرة. اعترف ولا قسم بالله العظيم لخلي الرصاصة ذي تشق عظامك. إلا صار يقول سالم أنا والله ما لي دخل والله ما لي دخل. انهبل سالم وطلع عن طوره تكفى لا تذبحني أنا متزوج وعندي عيال. قلت له مين اللي ذبح أبوي؟ يقول مع اللخمة. إلا سالم يقول والله أني كنت أبغى أحمي نفسي وإنه طلع في وجهي وطلقت عليه ما كنت قاصد. ثبت سالم على نفسه يا جماعة الخير قدام المحققين إنه قتل أبوي. أول ما سمعت الكلمة هذه انهرت وعمان الشيطان خلاص بطلق عليه. قلت انا ذابحه واحط السلاح في راسه واقول له تشهد. اللي يمسكوني العسكر قل لا اله الا الله، يا ابن الحلال قل لا اله الا الله. المهم مسكوني وفكوا السلاح مني وجلست وانا اتعوذ من الشيطان. الا الاحظ ان سالم يناظر فيني وهو في عين الخوف. قلت له سالم هل انت ذبحت ابوي عشان اطقق قدام مدرسه المتوسط؟ قال لا والله انها ما لها دخل، اني طلقت عليه ولا ادري انه بيموت ولكن ابوك كان بيقبض علي. المهم عرفت ابوي انه مات من البياع هذا وانغدر من خويه وعز اصدقاه ماجد. شوي للمحقق يقول ميت سالم اسمع ترى خويكم ماجد انطرح ونعرف انه هو اللي كان يبلغكم. يقول ثواني الا حمد بدا ينهبل الاخو الكبير ماجد ما له دخل ماجد ما له دخل. قال كل شيء طلع من جوال ماجد كان تحت المراقبه وثبتنا الرساله اللي وصلتكم وكلكم راح تروحون باذن الله للسجن وماجد وسالم راح يلاقون الاعدام. ماجد لانه خان الوطن وساعد في عمليه القتل بالغدر، وسالم لانه قتل نفس. يقول واطلع بعد ما سمعت هذا الكلام وجاء في راسي المثل اللي يقول احذر من عدوك مره ومن صديقك ألف مرة. سبحان الله بعض الناس في هذه الحياة ناس غريبة تعزها وتقدرها وتعطيهم عيونك ولكن في الأخير يغدرون فيك. إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا نهاية قصة هذا اليوم، أتمنى أني وفقت في رواية هذه القصة. ومع العلم يا جماعة الخير ممكن تذكر في أول مقطع تم تغيير أسماء الشخصيات لأن اسم المهرب يا جماعة الخير يحمل اسم ما ينفع نقوله، عشان كذا تم تغيير اسم هذه الشخصية. وشكرا لكم على المتابعة وأشوفكم في أمان الله في قصة جديدة. سلام عليكم.